صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا مينيا، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. خلال ساعات قليلة النهاردة هتنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 في نسختها 33. بطبيعة الحال الكل ينتظر هذه البطولة من النقاد الرياضيين ومن صحفيين حول العالم، لأن البطولة دي يعني بتمثل سباق أولمبي عالمي كل الدول بتشارك فيه بمجموعة كبيرة من الألعاب. البطولة دي هتنطلق بدءا من اليوم وحتى يوم 11 من أغسطس المقبل، وطبعا مصر هتجني ثمار اهتمامها بالرياضات الفردية، بالاتحادات الأولمبية الفردية اللي خصصت ليها جزء كبير جدا من اهتمامها. النهاردة البعثة الأولمبية هتشارك بأكبر عدد في تاريخها في هذه الأولمبياد. البعثة المصرية بتشارك في الدورة دي ب 164 لاعب في 22 لعبة رياضية مختلفة، سواء كانت جماعية أو فردية، خلال أولمبياد باريس، وده هيكون في واقع 148 لاعب ولاعبة أساسيين و16 لاعب احتياطي. طبعا النهاردة البعثة المصرية هتفتتح مشوارها في باريس بمواجهة منتخب كرة القدم المصري أمام جمهورية الدومينيكان الساعة 6 مساء. طبعا بنتمنى كل التوفيق النهاردة لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب الدومينيكان بإذن الله. النهاردة هيحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال. بنتمنى كل التوفيق لكل أبطالنا في الأولمبياد. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. صباح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا كفاءة، في صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل عليكم في كل مكان. للأسف الجو حر. دينا مش هقبل، خلاص ما لحقتش اقبل، وانتوا ما حسيتوش بالجو وانتوا جايين، نسبه الرطوبه كانت عاليه قد ايه، فهو استمرار في حاله الطقس اللي يعني مرتفع، خلاص نتعود على درجات الحراره دي لحد ما نوصل للشتاء باذن الله. فكري هنوصل كده يعني ان شاء الله باذن الله. بنصبح على حضراتكم، وخلينا نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا المروريه بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه، ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هلاقي هناك برضو في كثافات نسبيه، لكن لو رحنا عند كوبري الجلاء هناك سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار وفي كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري نفس الامر، كمان اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات بيشهد نفق الازهر انتظام في حركه المرور القادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركه المرور بشارع رمسيس وصولا الى غمره والعباسيه وبمطالع ومنازل كوبري اكتوبر. لكن بالنسبه لطريق الاوتوستراد القادم من مناطق حلوان الى المعادي ومقطم هيكون في سيوله مروريه كبيره.
بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا الى مناطق وسط البلد ومن قصر النبي حتى القصر العيني، وبعض الكثافات بمحور النصر حتى المنصه وبشارع عباس العقاد والطيران واماكن غلق الاشارات بالميادين، ومنها ميدان التحرير وركسي. ناخد بالنا ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه طريق القطاميه القديم حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب، ده مع تحويل حركه المرور بطريق القطاميه القديم في مطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي خلال محميه وادي دجله مع تطوير المنطقه المحيطه. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وهنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ كبير في حركة السيارات وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين ولحد الطلبية وكمان الى المتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. لكن بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان اللي متجه كمان لأكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية. لو رحنا لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة إلى اللي جاي من أكتوبر وفيصل أو من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لمحور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع نيل السياحي، وكمان شهد شارع محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. خلينا نروح لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. ونكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا طريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 9 وشارع 6 طريق الإسماعيلية الصحراوي، وبيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. في كمان توقعات بسقوط أمطار خفيفة بتكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. أهلا بحضراتكم، نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة بالأمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، وقال إن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ده اللي حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. صحيح. كمان أيضا سيادة الرئيس قال أيضا إن مصر ستعبر المرحلة الراهنة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر وكريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني، وشهد التاريخ لثورة يوليو
بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة ووضع اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا. ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن. ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً. كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة. كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. شعب مصر الأبي الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاع مركبة، فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين، تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومثير تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. كل عام وأنتم بخير ومصر في سلام وأمان واستقرار ودائما وأبدا. وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى بالأمس اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،
وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار، متمنيا له وافر السلامة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية اللي بتنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق نار، متمنياً له السلامة ومجدداً الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية. كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد ترامب اللي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة. امبارح أيضاً اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة مركز القاهرة الدولي المالي ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع لتطوير منطقة المال والأعمال اللي تم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم. امبارح أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية اللي بتنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء الأزمة العالمية التي حدثت يوم الجمعة الماضي نتيجة أعطال تقنية تسببت في خسائر واسعة بعدد من القطاعات العالمية واللي كانت تداعياتها بسيطة على مصر. وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على أهمية منظومة الأمن السيبراني وضرورة استخلاص الدروس المستفادة من هذه الأزمة العالمية. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة، وعرض الوزير أهم محاور العمل اللي بتنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة لتعزيز وتنمية التجارة الخارجية للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية لأعلى المستويات. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الوزير طرح عدد من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات ودفع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجموعة الاقتصادية في اجتماعها المقبل. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في إطار متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية الجاري العمل بشأنها في الوزارة. خلال اللقاء تم استعراض موقف الشحنات المستوردة لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية بما يسهم في انتظام الخدمة خلال فترة الصيف. أيضاً امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض أهم مستجدات عمل الوزارة مؤخراً. خلال الاجتماع قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقرير شفهي حول نتائج زيارته مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى المملكة العربية السعودية واللقاء المثمر اللي جمعهما بسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة، وأسفر عن عدد من التوافقات بين الجانبين المصري والسعودي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدرتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج للدورة رقم 4 للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدورة رقم 1 للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة العامة للنقل النهري التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ نظمت إدارة شباب بمدينة بيلة معرض ملابس للأسر الأكثر احتياجاً بإحدى مراكز الشباب، وفي القليوبية تم توصيل الغاز الطبيعي لخدمة 7000 مواطن. أيضاً مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية أعلنت عن تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجاناً على 350 أسرة. أما في الدقهلية فتم استلام 1,000,000 زريعة سمكية. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أخبار كتير شهدتها المحافظات. في كفر الشيخ نظمت إدارة شباب بيلا بالمحافظة بمركز شباب الكابتن أحمد رفعت معرض ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا اللي بتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة زي تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ومسابقات ثقافية وفنون والرياضة والتطوع وغيرها لتعزيز مهارات الشباب. في سوهاج قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطا بمحافظة سوهاج وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج بمتابعة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة أبو كلام والشوارع والحارات المتفرعة بساحل طهطا بأطوال تبلغ 10,000 متر مسطح. وده ضمن الخطة الاستثمارية للمركز وفقاً للمواصفات القياسية في التنفيذ ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كل الأعمال. في الأليوبية قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة الأليوبية بالعمل على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لمدينة كفر شكر بعد القضاء على كل المعوقات والمشكلات وتوصيل كل المرافق والخدمات لخدمة 7,000 مواطن. مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أعلنت عن تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجاناً على 350 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في 3 قرى بمركز أبو كبير، وده بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً بقرى أولاد موسى وأبو ياسين وهربيط بمركز أبو كبير، وده ضمن الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. كمان شهدت محافظة الدقهلية استلام 1,000,000 ذريعة سمكية من أسماك مبروكة الحشائش دعماً من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضمن أعمال إلقاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية في كل من مركزي شربين والمنصورة لدعم وتنمية الثروة السمكية بفرع النيل. أيضاً بتشهد محافظة الأقصر تنفيذ أعمال إعادة تأهيل موقف الأقاليم بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر اللي بيتضمن أعمال التخطيط والرفع المساحي، وبتتم أعمال تطوير موقف الأقاليم على 3 مراحل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية في إطار خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضرية حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع. أعلنت محافظة بني سويف موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى ومبادرة صوتك مسموع ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 294 شكوى، تم الرد على 293 منها وجاري فحص الشكوى المتبقية. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية. في كمان توقعات بسقوط أمطار خفيفة بتكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلاً بك يا فندم. أهلاً بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة في القاهرة وباقي المحافظات، ولكن تحديداً كمان محافظة أسوان اللي يعني أخبار على السوشيال ميديا بتفيد إن هي بتتعرض لحالة طقس غير مستقرة من أمطار رعدية وغير ذلك. يعني هو طبعا خلينا نقول بالفعل الاول ان احنا لسه مستمرين في الموجه شديده الحراره اللي بتاثر على اغلب محافظات الجمهوريه من الاسبوع الماضي، لسه مكمله معانا النهارده وبكره كمان الخميس، واللي متوقع ان تكون العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه اليوم خلال فتره النهار، وده يعتبر اعلى من المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات. وطبعا ده كمان نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي مع الكتل الهوائية شديدة الحرارة، وكمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد بشكل كبير على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض. فأنا عندي مع ارتفاع قيم درجات الحرارة ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ونسب الرطوبة تخلينا نحسب قيم درجات حرارة محسوسة أعلى من المقاس اللي هي 38 عظمى على القاهرة الكبرى،
ده حوالي من درجتين لأربع درجات، يعني احنا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى المحسوسة تكون ما بين 40 لواحد و40 درجة مئوية خلال فترة النهار. فبالتالي الأجواء شديدة الحرارة الرطبة بشكل كبير لسه مستمرة في أغلب المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الصعيد، لكن السواحل الشمالية بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة، فبتكون أجواءها حارة رطبة فترة النهار، لكن طبعا احنا عارفين هي بتكون الأعلى في نسب الرطوبة. كمان في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان احنا حاسين بارتفاع قيمة درجة الحرارة الصغرى لأن عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل. عندنا كمان في معظم المحافظات فيها اعتدال بشكل كبير في سرعات الرياح، يعني سرعات الرياح مش عالية، فده يخليني أحس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، فأيضا لسه في أجواء مائلة للحرارة الرطبة فترة الليل. وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية احنا حذرنا من فرص سقوط الأمطار من أمس وأول أمس على المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد. بدأت الأمطار بأمس الثلاث ومستمرة معانا على الأقل لحد يوم الجمعة اللي جاية، لكن الأمطار هتنحصر فقط في المناطق الجنوبية مش موجودة في المناطق الساحلية أو القاهرة الكبرى، في أقصى جنوب البلاد وتحديدا في أبو سمبل أو في أسوان في حلايب في شلاتين. الأمطار دي أمطار متفاوتة الشدة وهي أمطار رعدية نتيجة ارتفاع الحزام أو الفوق المداري في شمال السودان، فبدأنا نتأثر بالأمطار في المناطق. بس ده في الوقت ده من العام هو غير متوقع سقوط الأمطار بالشكل ده ولا هو ده معتاد عليه؟ احنا بدأنا نعتاد في الخمس أو في العشر سنين الماضية على الأمطار الصيفية في شهر 7 وشهر 8 في المناطق الجنوبية، لأن احنا كمان دي الأمطار الموسمية في فصل الصيف بتحصل في السودان وفي أثيوبيا، ده معروف في منابع النيل. فالمسبب للأمطار اللي موجودة على منابع النيل بيرتفع شمال اللي هو الفاصل المداري أو الحزام المداري بيتحرك باتجاه الشمال، يعني في شمال السودان، فبنبدأ احنا نتأثر في المناطق الحدوديه او في المناطق الموجوده في اقصى جنوب البلاد بالفرص الامطار دي، فده متوقع ان احنا نوهنا عنه كمان في نشراتنا خلال الايام الماضيه ومستمر معانا، بس ناكد ان هو لسه مستمر معانا كمان لحد يوم الجمعه اللي جايه. هيكون في الامطار متفاوته الشده رعديه، يعني كميه الامطار ممكن كمان تزيد عن الامطار الخفيفه، ومع الامطار دي في سحب رعديه، السحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه، الرياح الهابطه دي بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، ففي كمان اتربه ورمال مثاره ممكن تاثر وأمطار على رعدية. الرؤيه الافقيه بالظبط، والاتربه والرمال المثاره ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه، ممكن تاثر كمان بانخفاض للرؤيه الافقيه وخاصه على المجرى الملاحي، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير، وكمان الرياح الهابطه ممكن تؤدي لوقوع اي اشجار اي حاجه لان الرياح سرعتها بتبقى عاليه بشكل كبير. ده فقط موجود تاني ناكد في حلايب في شلاتين في اسوان اللي هو كمان في جنوب اسوان في ابو سمبل، لكن المناطق الشماليه الاحوال الجويه فيها مستقره تماما، ما فيش اي فرص لسقوط الامطار. اكيد بنتمنى السلامه اكيد للجميع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده وهنبداها من القاهره والعظمى 38 الصغرى 28 العاصمه الاداريه 39 28 اسكندريه 35 25 العالمين الجديده 34 24 مطروح 32 25 دمياط 33 26 بورسعيد 35 26 اسماعيليه 39 27 السويس 38 28 العريش 35 25 كاترين 34 19 طابا 39 28 حلايب 37 29 شلاتين 43 31 شرم الشيخ 42 31 الغردقه 41 32 الفيوم 39 27 بني سويف 40 27 الوادي الجديد 45 28 اسيوط 42 26 سوهاج 43 27 قنا 43 29 الاقصر 44 29 واخيرا اسوان 44 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس لكن للاسف هو في ارتفاع في درجات الحراره مستمر معانا في الموجه الحاره، لكن كمان بننصح اهالينا في اسوان وجنوب اسوان وفي حلايب وشلاتين ان احنا طبعا متاثرين بالاجواء في السودان، ف يعني نخلي بالنا ان في امطار رعديه وفي كمان رياح مثيره للرمال والاتربه والرياح دي قويه، فنخلي بالنا كده ان ممكن من اعمده الاناره ومن الشبابيك كمان، فيعني نتجنب ان احنا نبعد عن العمارات في خلال سيرنا في الشارع. هرجع مره ثانيه لمنى ومصطفى علشان نكمل معاك فقرات صباحيه مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا جزيلا.
دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة، يعقوب مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ثم مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء. النهاردة هيعقد مهرجان المسرح المصري مؤتمر صحفي لدورته 17 في تمام الساعة 7 مساء بدار الأوبرا المصرية بمركز الهناجر للفنون بحضور رئيس المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية للمهرجان. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة مهمة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بتجمع منتخب مصر الأولمبي مع منتخب جمهورية الدومينيكان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في الدورة الأولمبية أولمبياد باريس 2024. بيسبقها لقاء إسبانيا مع أوزبكستان في تمام الساعة 4 عصرا في نفس المجموعة. نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حل الخلاف بين اللاعبة جنة عليوة واللاعبة شهد سعيد، وده بعد استقباله ليهم بالأمس في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ده طبعا للصلح بينهم وإنهاء أي خلافات. كان موجود عدد من أفراد أسرتي اللاعبتين ورئيس نادي أكتوبر الرياضي. طبعا كان في حديث ودي ما بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبتين ومع أسرهم، وأكد الوزير على ضرورة اهتمام اللاعبتين بمستقبلهم في رياضة الدراجات وإنهاء أي خلافات وقعت بينهم خلال الفترة الماضية، وأكد على أن الروح الرياضية والحفاظ على سلامة المنافسين هي سمة أساسية لجميع الرياضات. وأعتقد يا مصطفى ده الأساس المعمول علشانه اللعب والرياضة والمنافسات، إن إحنا يبقى عندنا روح رياضية نتقبل الهزيمة ونتقبل الفوز ونسعى له، ويبقى عندنا تنافس. التنافس ده شيء لطيف جدا، بس في حدود، إن إحنا نبقى محافظين على سلامتنا وسلامة اللي حوالينا. أعتقد دي بتفرق جدا، وده برضو بيخلينا بصورة بنظهر بصورة محترمة ومشرفة تليق بالمصريين في المنافسات الدولية. عشان كده بيسموها الروح الرياضية. نتمنى إن إحنا يعني ربنا يديم علينا هذه الروح الرياضية. أكيد. أي إنسان ممكن يكون معرض لا قدر الله نتيجة الإجهاد أو الأسلوب الغذائي غير السليم أو أنماط الحياة غير المستقرة إن هو يصاب بأزمة قلبية، وفكرة تحديد أعراض النوبة القلبية قبل ما تحصل ممكن يبقى ليها مؤشرات، بس طبعا لازم نكون ملتفتين ليها لأن هما بيسموها الأعراض الصامتة. ازاي نعرف نحس باعراضنا الصامته دي ونترجمها صح؟ ايه هي الاعراض الصامته للنوبات القلبيه؟ ويا ترى فعلا ينفع التنبؤ المبكر بالنوبات القلبيه؟ ده اللي هنعرفه من الدكتوره جميله نصر، استاذ القلب بكليه الطب جامعه قناه السويس ورئيس اللجنه العلميه لزماله القلب المصريه. يا دكتوره صباح الخير على حضرتك. اهلا اهلا، صباح الخير استاذه منى، صباح الخير استاذ مصطفى، يوم سعيد عليكم وعلى مصر كلها باذن الله. ان شاء الله يا دكتوره، من فضلك لو تقولي لنا ايه هي الاعراض الصامته للنوبات القلبيه وايه هي الاعراض العاديه للنوبات القلبيه عشان نقدر نفرق ما بينهم. هو طبعا معروف ان على فكره للاسف يعني ان احنا مصر من اكبر دول العالم معرضه للاصابه بالشرايين التاجيه، بامراض الشرايين التاجيه. لكن خبر سعيد جدا ان احنا 80% منها ممكن الوقايه منها، فده خبر سعيد. طيب الاعراض الطبيعيه لما حد يجي له ذبحه او جلطه في القلب، تقلع الصدر شديد جدا جدا جدا، معاه عرق بارد، يحس ان هو بيعرق جامد جدا. الوجع ده ما بيروحش، بيبقى ماسك صدره، بيبقى يعني عنده احساس بالعياء الشديد. طيب هل في حاجات اخرى صامته ممكن نحس بيها؟ هي طبعا ممكن تيجي صامته تماما في مرضى السكر، ودي بتبقى في منتهى الخطوره، لان مريض السكر بيكون عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه، وبالتالي ممكن ما يجيش باي اعراض، كل العرض بيحس بنهجان خفيف. ده طبعا خلي بالنا، مريض السكر بنبقى لي طابع خاص. ممكن يجي بألام بإعياء، يجي بإن أنا عندي إحساس بالدوار، إن أنا عندي يعني عرق واضح، مش قادر أقوم بشغلي، إحساس غير مبرر بالإجهاد والتعب قبلها بفترة، بتجيلي ألام في الصدر كل شوية.
كل دي اعراض ممكن ان انا ابقى قلقان. طبعا نخلي بالنا ان الاعراض الخطوره اللي هي نمط الحياه زي ما حضرتك قلتي مهمه جدا. طبعا يعني الجمعيه الاوروبيه حطت مواصفات الانسان السليم في معادله لطيفه جدا احنا بنقولها عشرات المرات، 0 3 5 140 5 3 0، 0 ما دخنش، 3 امشي 3 كيلو يوميا، 5 اخد 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا، ضغط الدم يكون مظبوط 140، 5 و3 ارقام دهون بالنظام الاوروبي، 0 لا للسمنه ولا للسكر. يبقى انا المطلوب مني ان انا اكون مظبط حياتي، اكون يعني نمط حياتي قوي وصحي عشان ما يجيليش الاعراض الذبحه الصدريه او جلطات القلب. صحيح دكتوره، يعني خليني اتوجه يعني مع حضرتك يعني بسؤال تاني. المطبخ المصري معروف ان هو يعني مطبخ في مشاكل كتير في قصه الكوليسترول وفي الدهون الثلاثيه وكل ما يؤثر على القلب بشكل مباشر. نصايحك ايه للمصريين تحديدا فيما يتعلق باسلوب الطبخ؟ طيب انا هقول اولا للست المصريه خطاب كده للست المصريه على الصبح، بقول لها خلي بالك لما بتقعدي نص ساعه في المطبخ انت بتفقدي 70 سعره حراريه. ده انا مش هخرج يعني من خلي المطبخ بالك. ابدا بقى يا دكتوره. شفتي بقى، ده انا شفتي هقعد انا طول دلوقتي هنا بالظبط 70 سعره حراريه وفي الحر ده بالك. مش هيزيدوا عن ال 70؟ لا ممكن يزيد. لكن انت لما هتطلبي تيك اواي انت بتفقدي سعره حراريه واحد. اذا احنا بنقول يلا للست المصريه انها ده يعتبر نوع من الرياضه لما تقعدي في المطبخ وتطبخي لاولادك. رياضه شاقه دي دي ده مهم. اولا المطبخ بقى زي ما احنا قلنا الاكل المصري مهم قوي ان هو يكون طبعا الاكل المصري معقد شويه واحنا زدنا له تعقيد ان احنا بقينا نستخدم الوجبات السريعه وده مشكله كبيره. فاحنا بنقول نعم للطبيعه، بنقول لا للون الابيض الملح، لا للسكر، لا للدقيق على قد ما نقدر، نعم للفاكهه والخضروات. واحنا قلنا 5 قطع من الفاكهه والخضروات يوميا الوان مختلفه بيبقى ليها تاثير على صحه القلب جيده جدا. بنقول شرب المياه بكثره على قد ما نقدر، وشرب المياه يكون باعتدال، وشرب المياه يكون موزع على اليوم كله. بنقول السمك مرتين في الاسبوع بيقلل جلطات المخ بنسبه 18% وجلطات القلب بنسبه 15%. بنقول خلي بالك ان في بعض الزيوت اللي احنا بنستخدمها في المطبخ نستخدم في زيوت اللي هي الحقيقه نخلي بالنا ان هي ما تلمس النار على قد ما نقدر، زي زيت الذره اللي يقدر يلمس النار هو زيت عباد الشمس، زيت الزيتون ما يلمس النار، يعني المفروض ان هو لما ناكله ناكله على البارد. وطبعا الاعتدال في التناول الوجبات وتكون وجبات منتظمه وتكون 5 مرات في اليوم كلها كميات يعني قليله. وزي ما بقول كلما اقتربنا من الطبيعه كلما اقتربنا من الصحه. طيب خليني اخد من سؤال مصطفى يا دكتوره واكمله مع حضرتك. مصطفى كان بيتكلم عن المطبخ وطبيعه الوجبات، يعني احنا مشهور عندنا الاكل قد يكون دسم شويه، قد يكون الاكل مسبك شويه، قد يكون فيه اكتر من مكون في الاكله الواحده. هل تفاعل المكونات دي مع بعض ممكن يؤدي للاصابه بنوبه قلبيه؟ احنا ما بنقولش تفاعل المواد اللي بناكلها، احنا بنقول زيادة الدهون في الدم هي اللي بتساعد ان انا باخد ملح في الاكل زيادة عن اللزوم. واستهلاك المصريين على فكرة ضعف الاستعمال العالمي وده طبعا مشكلة. طبيعة الاكل بتاعتي طبعا ما تكونش ان انا باخد اكلة قوية او كبيرة قوي مرة واحدة. بس احنا محتاجين الاملاح دي يا دكتورة في الحر ده علشان الضغط ما يوطاش. ايوه ناكل، احنا محتاجين الميه الحقيقه ومحتاجين قليل من الملح. تمام. والميه بكثره هي دي مهمه جدا في الفتره اللي احنا فيها دي. تمام. يعني الحراره اللي احنا فيها طبعا ناكل زي بس احنا ما بنقول ان احنا اكل 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا الوان مختلفه هتجنبنا الكثير من الامراض. طيب أكيد. دكتوره لو يعني اتكلمنا عن خفقان القلب، ايه هي
أهم أعراض خفقان القلب بالنسبة للمصريين؟ طيب أنا دلوقتي القلب بينبض قد إيه؟ القلب ده أقوى عضلة عرفتها البشرية، شغالة طول الوقت ما بتبطلش، بتنبض من 60 ل 90 او 60 الى 100 نبضه في الدقيقه، ده المفروض نبض منتظم. تمام. طبعا كلما اقتربت ان انا نبضي يكون بطيء كل ما يكون احسن، كل ما اقتربت من ال 60 يبقى افضل. طيب احساسي بالنبض، انا مفروض وانا ماشيه ان انا او انا موجوده ما احسش بالنبض. لما احس بالنبض ده بيسميه زي ما حضرتك قلت ان ده البالبيتيشن، او ان انا لا ده انا عندي احساس بالنبض واحساس بنبض قلبي. طبعا النبض القلب ده ليه نوعين، ليه نوع منتظم ان انا نبضات واحده وراها واحده مظبوطه جدا، بس ممكن يكون عندي نبض غير منتظم، ممكن يكون نبض غير منتظم تماما يعني ملخبط تماما، وده بنسميه الذبذبه الاذنيه، وممكن يكون كل شويه فيه لخبطه انا بحس. طبعا الذبذبه الاذنيه دي بتبقى مشكلتها ان هي طبعا بتحتاج ان احنا ندي ادويه مسيله ضد التجلط، مهمه جدا جدا جدا، لان في مرحله معينه لما انا بتنقل من النبض اللي هو المعتاد او المنتظم الى النبض الغير منتظم فجاه، دي بتبقى مشكله جدا، واكون الانسان معرض للجلطات. فانا لما ببتدي احس بنبضات قلبي بشكل قوي، لما احس بيها انها مش منتظمه خالص، طول ما انا ماشي حاسس بنبضات مش منتظمه، لازم اتوجه للطبيب، لازم اعمل رسم قلب، ممكن احتاج اعمل رسم قلب 24 ساعه، ممكن اعرف سبب، ممكن يكون اسبابها الغده الدرقيه، طبعا اسباب في القلب كلها موجوده غير مفهومه، التوتر العصبي غير غير غير، كل ده اسباب لا حصر لها. لما بنتكلم على الذبذبه الاذنيه دي قصه اخرى، تحتاج العلاج، تحتاج التوجه للطبيب، تحتاج ادويه، تحتاج الدراسه لمعرفه ايه السبب بتاعها. ربنا يسلم ان شاء الله ويحفظ كل الناس. كل الشكر ليكي الدكتوره جميله نصر، استاذ القلب بكليه الطب جامعه قناه السويس، ورئيس اللجنه العلميه لزماله القلب المصريه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك يا دكتوره. ودلوقتي هسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتي دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا ليك يا مصطفى. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق نار، ومتمنيا له السلامة. وجدد الرئيس السيسي الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية، كما نوه الرئيس السيسي إلى الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان أن الأمانة الفنية للمجلس سوف تعكف على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات تمهيدا للوقوف على صياغتها النهائية. ونظم الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف خان يونس ورفح الفلسطينية جنوب القطاع، بالإضافة إلى مخيم البريج ومدينة غزة وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية. تجمع مئات المحتجين داخل مبنى الكونغرس الأمريكي لمطالبة بوقف الحرب على غزة قبل يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي المؤسسة التشريعية. وخلال التجمع شكل المشاركون حلقات دائرية داخل المبنى وهم يلبسون قمصانا حمراء في إشارة إلى حجم المجازر في قطاع غزة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف الحرب على غزة والكف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية أثناء تحركهم في موقع العاصي شمال إسرائيل. كما أعلن حزب الله أنه هاجم بالمسيرات قاعدة جبل نيريا، حيث يوجد مقر كتيبة تضم قوات من لواء جولاني، وأوقع إصابات مؤكدة فيها. ومن جانبه قال جيش الاحتلال أنه قصف عدة بلدات في الجنوب اللبناني. دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بواسطة أمريكية تبدأ في 14 من أغسطس في سويسرا. وأوضح بيان للخارجية الأمريكية أن الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة سيشاركون في المحادثات بصفة مراقب، وأن السعودية ستشارك في استضافة المناقشات. وفي الوقت نفسه قالت الخارجية الأمريكية أن حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر، ويجب أن ينتهي هذا الصراع. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. خلال الشهرين اللي فاتوا، علماء معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو رصدوا عدة توهجات شمسية قوية، وقالوا أن بعضها ممكن يسبب خلل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية. التوهج ده استمر في بعض الأحيان لمدة تجاوزت الربع ساعة. خلينا نعرف تفاصيل ظاهرة التوهج الشمسي وتأثيرها على كوكب الأرض بصحبتنا الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير يا دكتور، وبعد التحية، يعني إيه توهجات شمسية وإزاي ممكن تأثر على أنظمة الاتصالات داخل كوكب الأرض؟ صباح النور، وازي حضرتك والدكتورة منة. الانفجارات الشمسية ده احنا نعرف ان الشمس كرة غازية، غاز، وبتتحرك بتدور حوالين نفسها، فدورانها حوالين نفسها متبقاش زي كتلة صلبة زي الارض كده بنفس السرعة ونفس في نفس الوقت. ففي منطقة نسميه منطقه الاستواء الشمسي، منطقه خط الاستواء الشمسي زي خط الاستواء الارضي، بس احنا بنتكلم عن كره الشمس ككره. ايوه. فخط الاستواء الشمسي ده بيحصل فيه الدوران بيبقى اسرع، بيبقى يعني لان دوران الشمس بيبقى عمليه ديفرنشال روتيشن، يعني بيختلف من حته لحته، من مكان لمكان للشمس. أيوة. فالسرعه الكثيره دي في منطقه الاستواء الشمسي بينتج عنها مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده يظهر على سطح الشمس. أيوة. وبتراكم هذا المجال المغناطيسي بيعمل شبكه مغناطيسيه. الشبكه المغناطيسيه دي بتمنع خروج الغازات او الطاقه اللي طالعه من الاندماج النووي في بطن الشمس، اللي عشان تطلع على سطح الشمس ف الشبكة المغناطيسية تعيقها، فتظهر لي حاجة ما بيسمى بالبقعة الشمسية اللي احنا في مرصد حلوان بنرصدها، او المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بنرصدها كل يوم البقعة الشمسية. ولو حد بص بفلتر على الشمس هيلاقي البقعة الشمسية دي بتظهر كنقط سوداء، بس مش هي سوداء على الشمس. أيوة. ده هي درجة حرارة اقل من درجة حرارة سطح الشمس المحيط بها. المهم البقعة الشمسية دي قد يصل عرض البقعة الشمسية دي إلى حوالي 17 مرة عرض الشمس، عرض الأرض. البقعة الواحدة دي كان قد يكون عرضها 17 مرة عرض الأرض. أيوه. فلما بيحصل مجال مغناطيسي معقد للبقعة الشمسية دي فيحدث انفجار ليها او انفجار للشمس، بنسميه التوهج الشمسي او السولار فلير او الانفجارات الشمسيه. الانفجارات الشمسيه دي بيصاحبها انواع مختلفه او نواتج مختلفه.
وكل النواتج دي مش بتوصل للارض في مره واحده او في وقت واحد. فمثلا بينتج عنها طيف كهرومغناطيسي اللي هو الاشعه المرئيه واشعه الراديو واشعه اكس راي واشعه جاما والاشعه الحمراء. فالموجات الكهرومغناطيسيه دي تصل للارض خلال 8 دقائق. سبحان الله ربنا خالق الغلاف الجوي للارض حمايه لسطح الارض، لكن قد تدخل الاشعه اكس والاشعه فوق البنفسجيه تدخل الى تخترق الغلاف الجوي للارض وتقدر تصل الى منطقه اليونوسفير وتعمل تشويش في الاتصالات الراديويه. حضرتك حتى في الراديو مثلا بتقعد تسمع الراديو الساعه 12 الظهر كده وبتاع تلاقي فيه شوشره. عشان كده بقى يمكن يكون في علاقه للظاهره دي بتعطيل خدمات الاتصالات اللاسلكيه اللي كانت ده التردد عالي على الارض، هو ده السبب اللي الناس بترجئ اليه هذه المشكله؟ ما هي بتسبب اول حاجه في الاتصالات الراديويه والاتصالات اللاسلكيه، وتاثر في البث الاذاعي او ما الى ذلك. وممكن برضو بتاثر اللي هي الاشعه دي اشعه اكس والاشعه ذات الموجات القصيره دي تاثر برضو في الاقمار الصناعيه، تاثر في الاجهزه الالكترونيه الموجوده. ازاي بتؤثر عليها برضو وبتعمل تشويش؟ ياثر عليها ويخرج القمر الصناعي من مداره. وزي سكاي لاب في عام 1989 انه فقد اتصاله بالارض وانتهى. برضه قد تصل الى اجسام برضه الطيارات، تصادف انها قابلها طياره او سقطت على طياره الاشعه دي ممكن برضه تعمل لخبطه وشوشره الاجهزه الالكترونيه في الطياره، فالطيار يفقد الاتصال بالارض او بابراج المراقبه فينتهي. ايوه. برضه الاشعه او الانفجارات الشمسيه دي برضه بتعمل على تسريع جسيمات، بنسميها جسيمات زي البروتونات والالكترونات. تسريعها بقى بيعمل ايه؟ أيوه. بس دي بتوصل لي بقى توصل الارض بعد حوالي ساعتين. بتعمل ايه برضه تاثر في الاقمار الصناعيه، تأثر في شركات في الطيران. ايوه. وخاصة في لما يكون قريبة من الأقطاب. وعشان كده الطيارات بتحاول تبعد عن الأماكن دي، منطقة صحيح اللي بيحصل فيها انفجارات شمسية. صحيح. طيب ال يعني لا خليت وكالات الأنباء إن التوهجات الشمسية دي أثرت على محطات للكهرباء في المغرب والجزائر، الكلام ده حقيقي يا فندم؟ ممكن حصلت. ليه؟ كان يوم 10 و11 مايو. أيوة. كان انفجار شمسي كبير، يعني بيحصل كل 500 سنة. كان مرة حصل في سنة 1859، وكانت عرف بحادثة كارينجتون اللي قطع الكهرباء في كندا. وهنا برضه سنة 1989 حصل انفجار شمسي والكهرباء اتقطعت في كندا لمدة 6-7 ساعات. ايوه. اللي يحصل الانفجارات الشمسيه بتاثر في الاماكن ذات الخطوط العرض العاليه زي شمال اوروبا، شمال كندا، لكن نادرا تاثر الاقرب للقطبين يعني يا دكتور. الاقرب للقطبين، لكن في اللي هي كانت اللي يدل ان كان انفجار شمسي قوي انه اثر في المغرب والجزائر اللي هو كان يوم 10 و11 مايو، وكان حصل برضه تكرر في يوم 28 مايو. طيب دكتور، حضرتك كنت بتتكلم عن التأثير على المسارات اللي بتبقى موجودة للأقمار الصناعية وإنها بتؤدي لخروجها عن مسارها الطبيعي، بتتكلم عن تأثيرها على الطائرات. الطيور بقى هل بتأثر على الجهاز العصبي للطيور وتخليهم يتحركوا في أماكن الهجرة اللي بتحصل ما بين الفصول؟ هل ده ممكن يؤثر عليهم كمان؟ هو يقال لاحظوا حكايه الطيور والانسان كمان على الجهاز العصبي للانسان، ممكن تاثر على الجهاز العصبي للانسان.
لان بتبقى محمله بشحنات بمسيمات مشحونه كهربيا. وانت عارف حضرتك الدماغ مثلا احنا بنقول شحنه كهربيه، واحد بيقول عنده طفل الكهرباء بتاعته عاليه والولد عنده كهرباء عاليه، كهرباء عاليه وحركه عنده فرط حركه، سريع الحركه وبتاع وبيعالجوه يعني. فبرضه ممكن البسامات المشحونه دي بتدي طاقه عاليه اللي هي البوتونات والبوتونات، لو وصلت لجسم الانسان ممكن تاثر على جهازه العصبي. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور محمد غريب استاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، عرفتنا تفاصيل كتير عن هذه الظاهره. شكرا جزيلا. خلينا نروح لخبر تاني. وفي الحقيقه وزاره النقل اعلنت عن تنظيم عدد من الرحلات اليوميه باتوبيسات فاخره من اجل نقل المواطنين من القاهره ومن الاسكندريه الى داخل مهرجان العلمين والى داخل مناطق المعارض الخاصه بالهيئات والشركات الحكوميه والمنتجين الشباب والطلبه المشاركين في المهرجان، وكذلك الى الشاطئ العام والى شاطئ المهرجان والى منطقه الحفلات والى كل النقاط الحيويه داخل مدينه العلمين الجديده ومحيطها، وده في اطار التعاون ما بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وما بين وزاره النقل. في تفاصيل اكتر محتاجين نعرفها من اللواء حسن الليثي رئيس شركه السوبر جات التابعه لوزاره النقل. اهلا وسهلا بحضرتك سياده اللواء. اهلا استاذ عمرو، صباح الفل. اهلا وسهلا. رحلات يوميه زادت سواء من القاهره او من الاسكندريه الى داخل مهرجان العلمين، لو تكلمنا عن تفاصيلها لو تسمح. هو حضرتك طبعا مهرجان العلمين ده حدث ثقافي بيتم كل سنه في مدينه جديده فيها حقيقه مدينه بقت عالميه ولها اسمها ولها شهرتها، والحدث الثقافي دوت برضه بيبقى على مستوى المدينه نفسها. نعم. فاحنا حضرتك بنطلع اتوبيسات فاخره لخدمه الجمهور لخدمه المواطنين لداخل المدينه ذات نفسها لحضور بقى المهرجان والشاطئ ومنطقه الحفلات زي ما حضرتك قلتي. عزيز. وفي لو في معارض خاصه بالشركات والهيئات بيحضروها والمنتجين كل دوت. سيادتك بنسير بيه رحلات من القاهره بتقوم من الساعه 8 الصبح وبنعمل لهم عوده الساعه 8 مساء. وفي نفس الموضوع برضو الساعه من اسكندريه الساعه 8 صباحا من سيدي جابر والعوده الساعه 8 مساء. بتذكره واحده 8 صباحا والعوده بتكون 8 مساء. بالظبط. طيب في حاله ان في حد قضى اليوم والليل كمان يقدر يرجع تاني يوم الساعه 8 مساء بنفس التذكره؟ في بالليل، في اللي عايز يحضر الحفلات المسائيه في ميعاد الساعه 4 من القاهره والساعه 5 من سيدي جابر، ده علشان يحضر الحفله ويرجع الساعه 2 بالليل. خدمه جديده ومميزه في التوقيت اللي بتنتهي فيه الحفلات او بتنتهي فيه الانشطه اللي موجوده. طب عايزين نتعرف على الاماكن اللي ممكن يعني الراغبين في حضور حفلات المهرجان ان هم يروحوا، يعني يروح فين في القاهره؟ يروح فين في اسكندريه؟ في القاهره حضرتك ما احنا عاملين محطه عدلي منصور، دي محطه تبادليه مركزيه جسر السويس، دي ملتقى لجميع وسائل المواصلات للمواطنين، في سيادتك مترو الانفاق، في القطار الخفيف ال ار تي، في جميع المواصلات اللي بتيجي من المدن الجديده لحد محطه عدلي منصور. المحطة موجودة هناك والاتوبيس موجود واستراحات جميلة جدا، ومحطة فاخرة على مستوى برضو وزارة النقل. بالنسبة للاسكندرية في سيدي جابر موجودة وفي محطة محرم بيك موجودة، ولكن سيدي جابر برضو علشان كل جايين من محافظات وجه بحري ينزل يلاقي الاتوبيس لحد مدينه العالمين. أي. طيب سياده اللواء في ايام بيزيد فيها الاقبال، يعني في ايام الحفلات الكبيره، في ايام نهايه الاسبوع والويك اندز اعتقد الاقبال بيكون زياده، هل مزودين مواعيد الرحلات؟ الاتوبيسات متوفره وموجوده وجاهزه لجميع لنقل اي اعداد. ودي مش اتوبيس واحد، الاتوبيس اللي بيخلص كل ساعه اتوبيس او كل ساعه نص ساعه اتوبيس
على حجم حسب حجم الاركان. طب خلينا نروح لداخل العلمين، هل في خط داخلي؟ عرفنا ان في خط اتوبيسات داخلي وفي اتوبيسات كهربائيه جوه العلمين، عايزين نعرف عامل المحطات اللي جوه العلمين، الاتوبيس ده بيعمل ازاي؟ ازاي هو صديق للبيئه؟ بيوفر قد ايه لرواد وزوار هذا المهرجان من اجل خدمتهم؟ هو فعلا زي ما سيادتك قلت كده، احنا منسقين مع جهاز المدينه ان في اتوبيسات وخطوط متميزه للنقل داخل مدينه العلمين لربط جميع المناطق من المدينه والمهرجان وخدمه اهالي الساحل الشمالي بالكامل. فدي سيادتك خدمه فعلا موجوده بمساراتها متحدده مع جهاز المدينه ومتوفره اتوبيسات كهربائيه مكيفه صديقه للبيئه، من الاخر اتوبيس فاخر. طيب فكره اقبال الناس على رحلات اليوم الواحد وعلى ان يبقى عندهم وسيله مواصلات نظيفه وامنه ومريحه يقدروا يروحوا ويرفهوا بيها عن نفسهم لمده حتى يوم واحد في الشواطئ المجانيه كمان ده، ويحضروا الحفلات ويحضروا الفعاليات المختلفه لمهرجان العلمين الجديده، حضرتك شايف الاقبال ودرجه الاقبال ازاي؟ احنا طبعا الشاطئ العام الموجود في مدينه العلمين ده شاطئ محترم جدا بيحتوي جميع الانشطه والعاب متميزه من العاب شاطئ متميزه جدا بالاضافه الى الميه طبعا. احنا بنطير الخطوط للشباب فعلا اللي عايز او الاهالي او الاسر اللي عايزه تقضي يوم في مدينه العلمين على الشاطئ العام لحد الشاطئ بيركب الساعة 7 و8 و9 الصبح لحد الشاطئ ويرجع الساعة 8 بالليل إن شاء الله. طبعا ده كل ده المدينة عالمية وفيها جميع الوسائل الترفيهية وجميع الوسائل السياحية الجميلة اللي تخدم أهالينا في البلد في بلدنا إن شاء الله. شكرا لك يا فندم اللواء حسن الليثي رئيس شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نشوف مع دينا جولة في أهم الأخبار. عندك أخبار رياضية يا دينا محلية وعالمية؟ صحيح يا منى، دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. مسؤولو بلدية المحلة تعاقدوا مع محمد مكي لقيادة صفوف الفريق خلال الثلاث مباريات المتبقية بالدوري مع استكمال الموسم المقبل، وده بعد المباريات السيئة التي قدمها الفريق تحت قيادة المدير الفني أحمد الكشري اللي قاد بلدية المحلة في ست جولات ولم ينجح في تحقيق الفوز في أي لقاء. لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت عن تجديد عقد طارق مصطفى المدير الفني لفريق من القادمين، وده بعد النتائج الإيجابية اللي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية. منتخب مصر لناشئي الإسكواش توج ببطولة العالم اللي أقيمت في نادي هيستون للإسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 18 ل 23 يوليو الجاري، وتغلب المنتخب الوطني في المباراة النهائية على كوريا بنتيجة 2-0. منتخب رجال كرة اليد بقيادة مدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور فاز على منتخب اليابان وديا بنتيجة 32-26 في البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 اللي هتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. فريق فنربخشة التركي فاز على نادي لوغانو السويسري بنتيجة 4-3 بعد تسجيل إيدن هاتريك في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ستوتو كوهرن في سويسرا، وده ضمن ذهاب الجولة التأهيلية الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. بعثت نادي ليفربول اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح غادرة انجلترا امبارح متوجهه الى الولايات المتحده الامريكيه لبدء الجوله التحضيريه استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. النهارده هيبدا منتخب مصر الاولمبي مشواره في دوره الالعاب الاولمبيه اللي هتقام في باريس، وهيلعب منتخب مصر الاولمبي مع الدومينيكان النهارده الساعه 6 بالليل ضمن مباريات الجوله الاولى من دور المجموعات لاولمبياد باريس 2024. تفاصيل اكتر هنتعرف عليها عن المباراه مع ضيفنا الناقد الرياضي سيف الحسيني. صباح الخير. صباح الخير يا دينا وعلى المشاهدين.
اهلا بيك. في البدايه حابين نعرف منك كده، شايف مباراه منتخب الاولمبي امام الدومينيكان هتكون ازاي، والتشكيله اللي هيلعب بيها ميكالي هل هتكون منصفه لينا وتحقق لنا الفوز النهارده؟ طبعا بنتمنى بدايه قويه جدا لمنتخب مصر ان شاء الله في الاولمبياد. مصر حظها كان حلو ان هي في مجموعه متوازنه، معانا منتخب دومينيكان وأوزبكستان وطبعا اسبانيا. شايف طبعا ان الحظ حطينا، يعني كان القرعه كانت كويسه جدا في ان هي في المطوشه الاولانيه ان احنا نقابل الدومينيكان وأوزبكستان، بعد كده هنقابل اسبانيا في الختام يعني في دور المجموعات. دايما كان في الاولمبيات السنين اللي فاتت كنا دايما بنصطدم في الاول بالقسم الاقوى، فبتبدا الدنيا تصعب لو اتعادلت او خسرت، لكن انا شايف ان ده شيء كويس جدا انك تبدا قدام الدومينيكان، يعني اسم مش كبير قوي في كره القدم، نقدر نعمل معاه نتيجه كويسه جدا ونقدر نكسب، يعني المهم طبعا الثلاث نقط، لكن نقدر نكسب بسكور ويعني نثبت وجودنا في المجموعه. وبعديها هيكون ماتش اوزبكستان، برضو اوزبكستان كفريق للشباب فريق كويس، لكن برضو منتخب مصر يقدر ان هو يقدم نتيجه كويسه جدا قدامه، وساعتها بقى يقدر منتخب مصر يحسم التاهل قبل ماتش اسبانيا، يكون هو بروفا بقى قويه، يكون مرتاح يعني داخل بقيه الماتشات هو مرتاح معاه سكور ونقاط كويس. طيب يعني في ناس كتير قوي مش عارفه نظام البطوله ازاي والاستادات كمان المستضيفه ونظام الصعود، لو عندك تفاصيل عنه. هو طبعا نظام الصعود مختلف عن الـ عن الـ 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 اسمه ده البطولات الثانيه، يعني يعني شويه متغير، مثلا هيكون مثلا متصدر المجموعه الاولى يلعب مع وصيف المجموعه الثانيه، متصدر المجموعه الثانيه هيلعب مع وصيف المجموعه الاولى، في بقى مسار ثاني هيلعب فيه متصدر المجموعه الثالثه مع وصيف المجموعه الرابعه اللي هي طبعا المجموعه بتاعت مصر، ومتصدر المجموعه الرابعه يلعب مع وصيف المجموعه الثالثه. فطبعا وطبعا الاستادات ابرزها استاد البارك دو برانس بتاع نادي باريس سان جيرمان، ومصر هتلعب في الافتتاح في استاد لو بوغوار، ده استاد بتاع نادي نانت الفرنسي اللي بيلعب ليه طبعا مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر. طبعا منتخب مصر يعني نتمنى ان هو يتصدر المجموعه، لان المجموعه الرابعه مجموعه قويه جدا، مجموعه فيها ثلاث منتخبات قويه، الشباب بتاعت المنتخبات دي قويه جدا، اليابان وباراجواي ومالي. طبعا احنا عارفين ان احنا دايما حظنا بيبقى وحش مع اليابان في الدور اللي بعد كده، وبنطلع دايما في الدور ده، ان شاء الله لكن نكمل. نتمنى ان منتخب مصر يتاهل كاول مجموعه، يلاعب بقى الثاني من المجموعه الرابعه، فان شاء الله يعني باذن الله يكون التاهل يعني حليف منتخب مصر. صحيح، هو بالذات ان ميكالي كمان هو مدرب مخطط بشكل كبير ويعني وعنده تركيز عالي جدا مع اللعيبه، واختياراته كمان ممكن تكون مختلفه عن قبل كده، لكن يعني سبب انضمام كمان زيزو والنني لتشكيله الفريق، وتفتكر هيلعب بالتشكيله هتكون زي النهارده؟ خلينا نتكلم معاك الاول شويه بحبه بسيطه عن ميكالي. صراحه كان اختيار ميكالي ده اختيار موفق جدا جدا جدا، وشفنا ازاي ان ميكالي مدرب كويس جدا، لدرجه ان هو كان مرشح قبل طبعا كابتن حسام حسن ان هو مرشح ان هو يمسك فتره انتقاليه منتخب مصر. ميكالي مدرب مخضرم، لعب الاولمبيات، خد ميداليه، صراحه من ساعه لما مسك تولى منتخب مصر عمل مجموعه كويسه جدا جدا جدا، ابرز الشباب اللي موجوده دي طبعا يعني في خمس ست اسماء راحت المنتخب الاول، فده شيء كويس جدا. طبعا المنتخب ده هيكون مستقبل للمنتخب الاول، عنده خبرات كبيره. طبعا انضمام النني وزيزو ده كان شيء كويس جدا، فوق السن هيديهم خبرات، هينقلهم خبرات الفريق الاول. ما ننساش برضو ان ابراهيم عادل لعب منتخب اول، اسامه فيصل لعب منتخب اول. لا، منتخب مصر بيضم مجموعه كويسه جدا، وميكالي عارف المجموعه دي كويس قوي، وده اللي مطمنا ان ميكالي عنده خبرات في الاولمبيات، وعنده خبرات ان هو يقرا الفرق اللي زي الفرق اللي بتشارك في البطولات دي، ودي حاجه كويسه جدا. يعني انا شايف ان هو الراجل واقف على مجموعه كويسه جدا، عنده قائمه كويسه جدا. في بعض الاصابات اللي كانت في الفتره الاخيره، لكن قادر ان هو يتخطاها. طبعا مع سهوله الماتش الاول هيرجع له ناس كانت موقوفه زي محمود صابر الماتش الجاي، فانا شايف ان ميكالي قادر ان هو
يوصل ان شاء الله بعيد في البطوله دي بخبراته، بالمجموعه اللي معاه قادره، طبعا باللعيبه اللي زي النني وزيزو يقدروا ينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجوده. فان شاء الله شايف ان ميكالي قادر يوصل، لا قادر يوصل كمان لربع النهائي ان شاء الله والنص النهائي، لكن هي تبقى خطوه خطوه، يعني نقدر ناخدها خطوه خطوه نتاهل الاول، وان شاء الله باذن الله ماتش اسبانيا ده يكون بروفه قويه للدور اللي بعد كده، ونبدا ناخدها واحده واحده ان شاء الله لغايه النهائي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي سيف الحسيني. لازم نقول ان احنا لازم كلنا نشجع ابطال بلدنا، مش بس في كره القدم والمنتخب الاولمبي، لكن في كل الرياضات المشاركه في اولمبياد باريس 2024، وان شاء الله نرجع بعدد كبير من الميداليات الذهبيه. بنتمنى التوفيق لكل اللعيبه الموجوده، وخاصه كمان بنتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي النهارده في ماتشه الساعه 6 مع الدومينيكان. هنطلع لفاصل وراجع لكم مره ثانيه نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. قبل الفاصل دينا كانت بتتكلم في النشرة الرياضية وكانت بتتكلم عن أهم الأحداث الرياضية. خلينا بقى نتكلم عن أن الحدث الرياضي الأهم اللي بينتظره العالم هو منافسات بطولة الألعاب الأولمبية باريس 2024. طبعا مصر مشاركة ببعثة قوية جدا، تقريبا عندنا تمثيل في أغلب الألعاب الفردية والجماعية، نقدر نقول عليه كارنفال رياضي عالمي كبير احنا مشاركين فيه، بلاعبين وابطال عندهم اصرار وتحدي انهم يوصلوا لقمه التتويج ويرجعوا لنا بعدد ميداليات محترم جدا. ده حقيقي جدا، ويمكن ده هنشوفه خلال منافسات هذا المهرجان. خلينا نشوف التوقعات رايحه لغايه فين، مين اللي قدامه فرصه للتتويج بالذهب، مين اللي هيصعدوا على منصات التتويج، ده اللي هنعرفه دلوقتي بشكل تفصيلي مع ضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ محمود فوزي. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، صباح الخير عليك. صباح الخير يا استاذ منى، منورنا. اهلا وسهلا بيك. الدوله بقى لها سنين طويله بتشتغل على قصه تطوير الالعاب الفرديه وتطوير الاتحادات الاولمبيه الخاصه بهذه الالعاب، والان نجني ثمار ما فعلناه خلال السنوات الماضيه بوجودنا باكبر بعثه اولمبيه مشاركه في تاريخ الاولمبياد. تعليق حضرتك. ده حقيقي فعلا زي ما حضرتك بتقول، يمكن دورة الألعاب الأولمبية دايما بتكون هي يعني موسم الحصاد للألعاب الفردية. يمكن زي ما حضرتك ذكرت فيه اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية الفترة الأخيرة بالاهتمام باللاعبين، والسنة دي بنتأهل بحوالي 148 لاعب أساسي، 164 لاعب ولاعيبة بالاحتياطي، ففعلا أكبر بعثة مشاركين بيها السنة دي. الحمد لله عدد كبير جدا من اللاعبين مرشح السنة دي، عكس سنين كتير كنا بنسافر بنحاول ننافس، بنحاول نقرب من المنافسات، بنحاول نقرب من المستوى العالمي، وربنا الحمد لله بيرزقنا بكذا ميدالية. لكن الوضع السنة دي مختلف شوية، احنا مسافرين بإذن الله وحاطين ايدينا على كذا ميدالية، فيمكن الحمد لله السنة دي الوضع مختلف والوضع الحمد لله أحسن بكتير. عندنا أبطال كتير جدا في كذا لعبة، في رفع الأثقال، في الخماسي، في التايكوندو، كرة القدم برضو مش بعيد، كرة اليد مش بعيد، فالحمد لله يعني في كذا لعبة الحمد لله متفوقين في كذا لعبة، وكذا بطل إن شاء الله يكون مرشح إن هو يصعد على منصة التتويج السنة دي بإذن الله. عايز نبتدي بإيه في الألعاب الفردية عشان نتكلم عليها؟ والله خلينا الأول نقسم الألعاب لثلاث تصنيفات. التصنيف الأولاني وهي الألعاب الرقمية، ودي اكتر العاب بتبقى الدنيا واضحه فيها شويه، يعني بنبقى عارفين هل احنا مرشحين بقوه، احنا موجودين فين بالظبط. الالعاب الرقميه دي مثلا زي ما بنقول زي السباحه، رفع الاثقال كده يعني. فطبعا ابرز الالعاب اللي عندنا اللي مشاركين فيها طبعا رفع الاثقال، وهي لعبه رقميه بتبقى الموضوع واضح فيها قوي ان احنا موجودين فين بالظبط. ابرز اللاعبين عندنا طبعا بطلتنا ساره سمير في وزن 81 كيلو، بطله كبيره جدا والحمد لله قدرت تحقق برونزيه ريو دي جانيرو في 2016 بعد ايقاف طبعا رفع الاثقال في طوكيو، راجعين تاني من جديد في باريس. بصراحه الامال كلها عليها باذن الله انها تحقق بقى المره دي ذهب يعني باذن الله. ارقامها قريبه جدا، احنا بنتكلم ان شاء الله على ميداليه مضمونه نتمناها ذهب. منافستها قويه جدا مع بطله الاكوادور وكذا بطله يعني، لكن هي باذن الله موجوده في اعلى ثلاث ارقام، يعني كارقام ليها هي موجوده في اعلى ثلاث لاعبات، فان شاء الله تكون موجوده على منصه التتويج. ده التصنيف الاولاني. التصنيف الثاني بنيجي نقول الالعاب التنافسيه اللي بيكون فيها تنافس قوي ما بيننا وما بين المنافسين، لكن احنا دايما موجودين على منصات التتويج العالميه في بطولات العالم المختلفه. لو بنتكلم على الالعاب دي فبنتكلم طبعا على الخماسي الحديث وبنتكلم على السلاح. يمكن الحمد لله احنا عندنا
في الخماسي الحديث احمد الجندي في اولمبياد طوكيو الاخيره حقق ميداليه فضيه، فبصراحه كلنا امال كبيره عليه جدا ان هو ان شاء الله يقدر يحقق الميداليه الذهبيه السنه دي، ومش هو بس، يمكن معاه برده بطلنا مهند شعبان بصراحه برده نتائجه الفتره الاخيره ممتازه جدا، وباذن الله يعني متوقعين منه نتائج ايجابيه جدا في لعبه الخماسي الحديث. كذلك السلاح، يعني يمكن احنا السلاح محققين ميداليه فضيه في اولمبياد لندن 2012 عن طريق بطلنا المصري علاء الدين ابو القاسم. السنه دي كذا لاعب مشارك، عندنا طبعا زياد السيسي بطل مصر في سلاح السيف، هو المصنف الاول عالميا دلوقتي، فبصراحه احنا كلنا امال قويه ان شاء الله يحقق ميداليه باذن الله. طب ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها في اولمبياد طوكيو واشتغلنا عليها عشان نصححها في اولمبياد باريس؟ والله هو يمكن الاعداد بقى اقوى، يعني بدا السبوت زي ما بيقولوا كده يتسلط على ابطالنا اللي هم فعلا مرشحين، زي طبعا ما كنا بنتكلم على احمد الجندي، يمكن احمد الجندي ما كناش متوقعين قوي ان هو يحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو، مع ذلك حققها. ده معناه ان احنا كنا فعلا محتاجين اهتمام بابطال الخماسي الحديث، وده فعلا حصل السنه دي. يعني يمكن مش بس مهند ومش بس احمد الجندي، يمكن ملك اسماعيل وسلمى ايمن الاثنين برضو في منافسات السيدات عليهم سبوت كويس جدا وعليهم اهتمام كبير جدا من الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومن وزاره الشباب والرياضه ومن اللجنه الاولمبيه، فحقيقه الاهتمام بقى كبير بيهم. نفس الكلام في لعبه السلاح، يمكن يعني السنه اللي فاتت في طوكيو او الاولمبياد اللي فاتت في طوكيو كنا قريبين جدا من ان احنا نوصل لنص النهائي، السنه دي لا خلاص احنا دلوقتي بنتكلم ان في ابطال بيوصلوا لمنصات التتويج العالميه، فطبعا الاهتمام زاد. يمكن كان اللي رشح كفتنا شويه في اولمبياد طوكيو وجود لعبه الكاراتيه، احنا طبعا متفوقين دايما في الكاراتيه، يمكن السنه دي من سوء حظنا ان هي مش موجوده، لكن رفع الاسقار رجعت لنا تاني ورجعت لنا باذن الله زي ما اتكلمنا بميداليه ان شاء الله تكون مضمونه من ساره سمير، ومش هي بس، يعني يمكن في ابطال كتير جدا مشاركين، نعمه سعيد، كريمه ابو كحله، الاثنين دول برده هيكون عندهم منافسات قويه، لكن نتمنى ان شاء الله ان هم يحصدوا الميداليات. طيب الشيش حصل فيه كلام كتير الفتره اللي فاتت، علاء الدين ابو القاسم ما بقيناش عارفين، اعتزل ما اعتزلش، رجع ما رجعش، كمل مش هيكمل، لكن الحمد لله هو موجود في البعثه، ده مأثر على مستواه ولا لا؟ وده عمل قلق في الاوساط الرياضيه بالنسبه لسلاح الشيش ولا لا؟ والله هو يمكن علاء ابو القاسم فعلا زي ما حضرتك ذكرتي، الاول اعتزل وقال هيمسك منصب اداري في الاتحاد، بعد كده رجع تاني يشارك. بصراحه عودته هي يعني مفيده للمنتخب قد ما تكون مفيده ليه كفرد، بمعنى ان احنا عندنا في منافسات السلاح بتكون مقسومه لنصين، فردي وفرق. الفردي يمكن احنا عندنا محمد حمزه برده مشارك في منافسات الفردي، وده لاعب ما شاء الله واعد جدا والحمد لله قدر يحقق قبل كده ذهبيه كاس العالم، فالحقيقه احنا في منافسات الفردي متفوقين من جانب محمد حمزه. يمكن في منافسات الفرق علاء الدين ابو القاسم هيفرق معانا جدا، لان احنا بنتكلم على يعني لاعب يكون موجود يساعد مع محمد حمزه باذن الله في منافسات الفرق، سواء هو سواء عبد الرحمن طلبه برده موجود. فالحقيقه يعني رجوع علاء الدين ابو القاسم للاعتزال هو يفيد المنتخب قد ما نقول ان احنا عملنا زي ما تقول زبزبه او اضطراب شويه في وسط سلاح الشيش، لكن الحقيقه هو رجوعه بصراحه يفيد المنتخب باذن الله ويساعد باذن الله محمد حمزه وعبد الرحمن طلبه زمايله ان هو باذن الله نحقق ميداليه ذهبيه على صعيد الفرق كمان. يعني ايه توقعاتك لمحمد ياسين لاعب سيف المبارزه؟ محمد ياسين يمكن منافساته بتكون صعبه شويه، سيف المبارزه من اصعب الاسلحه، يعني خلينا برضو نوضح للناس السلاح بيبقى مقسوم لثلاث انواع، سلاح سيف اللي هو زي ما كنا بنتكلم على زياد السيسي، سيف المبارزه اللي هو موجود فيه محمد ياسين ومحمد السيد ومحمود محسن، نفس الكلام برضو سلاح الشيش برضو منافساته بتكون صعبه. سيف المبارزه بتكون في لعيبه كتيره جدا مشاركه وبتكون المنافسه طويله جدا وصعبه جدا، محمد ياسين يمكن احنا بنتكلم على لاعب عنده 20 21 سنه فلسه قدامه المشوار طويل جدا، صعب قوي ان احنا نتكلم على ميداليه السنه دي، لكن الحقيقه هو مستواه مبشر جدا سواء هو سواء محمد السيد، وباذن الله لا نقدر يعني يمكن مش السنه دي، السنه اللي جايه لوس انجلوس ان شاء الله 2028 يقدر يبقى موجود على منصه التتويج باذن الله. احنا عندنا فرص كويسه في المصارعه الروماني وكيشو عامل نتائج هايله، متخيل ان هو ممكن يكمل النتائج دي وبالعكس يرجع بحاجه احسن كمان؟ نتمنى طبعا، يمكن كيشو صاحب يعني اخر لقطه متوهجه في لعبه المصارعه في اولمبياد طوكيو، الحمد لله قدر يحقق ميداليه برونزيه مظبوط، وطبعا الفتره الاخيره يمكن حصل مغامرات من كيشو، مش يعني زي ما نقول فيلم وثائقي كده كيشو عمله ان هو ما نجحش في التاهل من التصفيات الافريقيه،
وقدر يتأهل من التصفيات العالمية. وبصراحة ده كان إنجاز كبير جدا وكلنا ما كناش متوقعين الإنجاز الكبير ده. يمكن حتى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان بيقول له أنت وقفت قلبنا، يعني بصراحة كان عمل ما المثابرة دي والتحدي، والناس اللي بتحفر في صخر دي هي اللي بتعرف توصل في الآخر لميداليات محترمة وتعرف فعلا في الآخر تجيب نتائج. بالضبط، يعني يمكن ده اللي مدينا العشم الكبير في كيشو. يعني يمكن كيشو الفترة الأخيرة لا، في لعيبة كتير جدا عالمية قدرت تدخل في التصنيف بتاع الوزن بتاعه. يمكن حتى الفترة الأخيرة لا، تصنيفه ما هواش أحسن حاجة إنه يساعده إن القرعة تكون سهلة، لكن إحنا كلنا أمل عليه إن هو بإذن الله هينحط في الصخر زي ما عودنا. وهو بطل، يعني هو احنا ما نقدرش نقول عليه غير كده، فايتر فعلا. بالظبط، اه فايتر جامد. وبصراحه هو من اللعيبه اللي الواحد بيحب يتفرج عليهم، يعني هو لعيب موهوب ولعيب عنده موهبه كبيره جدا، وباذن الله لا يقدر ان شاء الله يخش منصه التتويج مره تانية. ومش هو بس، يعني يمكن عندنا لاعبين كتيره جدا في المصارعه، محمد مصطفى متولي، عبد اللطيف منيع. يمكن عبد اللطيف منيع داخل المنافسات السنه دي في وزن 130 كيلو وهو المصنف الثاني على البطوله، يعني فده هيساعده ان القرعه تكون سهله باذن الله، وان شاء الله يقدر يوصل لابعد من كده، وان شاء الله نقدر نحقق ميداليه عن طريق عبد اللطيف منيع او عن طريق كيشو. طب عايزين نروح لمنتخب رفع الاثقال، توقعاتك ايه للمنتخب ده؟ مين ابرز اللاعبين اللي ممكن يجيب له ميداليات؟ طبعا زي ما اتكلمنا ساره سمير. يعني ساره سمير يمكن هو الاس، هي الاسم الابرز رقميا، هي الاعلى باذن الله تقدر تحقق ميداليه. بس احنا برضو عايزين نوضح للناس ان منافسات رفع الاثقال متاخره شويه، يعني احنا بنتكلم في اخر كام يوم في الاولمبياد. يمكن ساره هتلعب في اليوم اللي قبل الاخير تقريبا يوم 9 اغسطس او 10 اغسطس، فطبعا يعني محتاجين نستنى، محتاجين نصبر شويه على ابطالنا، ما نستعجلهمش في النقطه دي. وباذن الله لا هنحقق ميداليه باذن الله في رفع الاثقال، سواء عن طريق ساره سمير او اللاعبين التانيين. يعني يمكن كريمه ابو كحله طبعا هي المنافسه بتبقى اصعب شويه، لكن يعني املنا في ربنا كبير، املنا في ربنا كبير، وظروف المباراه بتختلف، يعني سواء هو سواء نعمه سعيد باذن الله. احنا اسمنا كويس قوي في الالعاب القتاليه، يعني على مستويات مختلفه. الكاراتيه مش موجود في باريس 2024، لكن التايكوندو موجود، واحنا عندنا حظ كويس في التايكوندو. تمام، خلينا نتكلم على التايكوندو. التايكوندو احنا متاهلين بثلاث لاعبين، سيف عيسى في وزن 80، احمد وائل في وزن 68، وايا شحاته في وزن 67. يمكن ايا شحاته واحمد وائل فرصهم اقل شويه لان هم لاعبين لسه صغار في السن، فاحنا عايزين منهم يطلعوا كل اللي عندهم، يعني اللي عندك طلعه واعمل كل اللي عليك. وده يمكن دي رساله رئيس الجمهوريه، يعني في الحفله الاخيره اللي كرم فيها ابطالنا، يعني تطلع كل اللي عندك. اهم حاجه احنا عندنا ان انت تحافظ على الرياضه وتحافظ على اخلاقك، وان انت تكون ممثل جيد لبلدك في المحفل الاولمبي. يعني يمكن سيف عيسى طبعا يعني هو الاسم الابرز، هو طبعا صاحب برونزيه طوكيو 2020، وباذن الله نقدر نقول ان هو يقدر ينافس باذن الله في البطوله. يمكن قرعته مش هتكون سهله لانه هيلاعب برده بطل تونسي يمكن في دور 8، فيعني احنا نتمنى ان شاء الله ان هو يكون موجود. هو يمكن هو المصنف الثالث على البطوله، فطبعا برده ده بيساعده ان القرعه تكون احسن باذن الله. يعني مستنيين منه زي ما اتكلمنا على كيشو ان هو فايتر، وهو لاعب يعني بيحفر بالصخر زي ما حضرتك قلتي، فباذن الله نتمنى منه ان هو يحقق ميداليه باذن الله. انا فاكر ان في طوكيو برضه كان لنا انجازات في ملف تنس الطاوله بس ما كملناش، نقدر نقول احنا ممكن نبني على ده كويس؟ والله هي لعبه تنس الطاوله يعني عايز اقول له هي للاسف يعني الصين محتكراها بشكل كبير جدا. احنا عندنا يمكن الاتحاد الدولي لتنس الطاوله محدد في الشوارع هناك، طبعا هم الناس هناك بتتربى على تنس الطاوله، في مدارس تنس طاوله ده حقيقي، ده حقيقي. فطبعا المنافسه بتكون صعبه جدا. يمكن الاتحاد الدولي لتنس الطاوله مخصص مقعدين بس فردي لكل دوله علشان يكسر احتكار الصين. الصين لو شاركت بعدد اكبر من كده هتاخد الذهب والفضه والبرونز، فهم يعني حددوا مقعدين بس. بالظبط، فهم حددوا مقعدين بس علشان يقدروا يخففوا او يخلوا باقي الدول تقدر تنافس على الاقل على ميداليه برونزيه. يعني فالحقيقه يمكن المنافسه صعبه شويه، لكن الحمد لله احنا عندنا لا عندنا كمنتخب رجال ومنتخب سيدات المنتخبين اقوياء جدا. يمكن منتخب السيدات مؤخرا حقق المركز التاسع عالميا، عندنا دينا مشرف، هنا جوده، مريم الهضيبي، الثلاثه بصراحه مستواهم الفتره الاخيره متميز جدا على صعيد السيدات. يمكن الرجال زي ما حضرتك ذكرت عمر عصر قدر يحقق المركز الخامس السنه الاولمبيات اللي فاتت في طوكيو، معاه برضو محمد البيلي ويوسف عبد العزيز، الاثنين متوهجين جدا الفتره الاخيره. مش نقول حقق ميداليه، لكن حقق باذن الله تقدم، ابعد نقطه باذن الله، وتقدم ان شاء الله عن المره اللي فاتت باذن الله.
طيب احنا كرة اليد دي يعني المفروض نعمل ايه بقى فيها؟ من كتر ما احنا اتأهلنا 8 مرات ووصلنا واحنا عندنا مستوى محترم قوي فيها، متوقع ايه اللي هيحصل؟ والله كرة اليد يمكن القرعة هي مساعدانا ومش مساعدانا في نفس الوقت، هي مساعدانا ان احنا مش هنقابل منتخب مثلا بحجم منتخب الدنمارك او فرنسا في الدور الثاني، لكن مصعبها علينا ان احنا واقعين مع فرنسا والدنمارك في المجموعة. فالعمليه ممكن تكون صعبه شويه، لكن الحقيقه احنا ابطال كره اليد دايما معودينا ان هم بيرفعوا راسنا وهم دايما الامل، يعني دايما هم اللي بيفرحونا. يمكن احنا عندنا المجر، عندنا الارجنتين باذن الله، لو قدرنا نتغلب عليهم نضمن باذن الله وصلنا للدور الثاني. لكن الحقيقه يمكن الفتره الاخيره النتائج في المباريات الوديه يمكن ما كانتش احسن حاجه لمنتخب كره اليد، لكن هنرجع نقول ان دايما منتخب اليد بيفاجئنا، يعني حتى لو النتائج مش افضل حاجه على صعيد الوديات، لكن باذن الله يقدروا يفاجئونا ونحقق نتائج ايجابيه يعني. فكل كل الامال عليهم وكل الفرص مفتوحه، بدايه من ان شاء الله التاهل للدور الثاني لغايه ان شاء الله الوصول على المنصه وتحقيق ميداليه باذن الله. طيب بالنسبه للكره الطائره هل لينا حظوظ؟ الكره الطائره صعبه شويه، يعني يمكن الكره الطائره احنا بعد ما تاهلناش في اولمبياد طوكيو بنتأهل المرة دي، لكن وصولنا للأولمبياد في حد ذاته هو إنجاز لمنتخب كرة الطائرة. في تقدم بصراحة، مش عايزين نحبط الناس، لا في تقدم كبير جدا في كرة الطائرة، لكن يمكن القرعة مش مساعدانا، برضو المنافسة في الأولمبياد بتبقى صعبة جدا. احنا في كرة الطائرة بصراحة يمكن الفترة الأخيرة ان احنا نرجع تاني نتصدر التصنيف الأفريقي، نتفوق على تونس والجزائر وليبيا، فده بصراحة إنجاز كبير جدا. وبصراحة اللاعبين لا يعني اللاعبين بصراحة الفترة الأخيرة بينحطوا في الصخر بإذن الله إن هم يقدروا يحققوا حاجة لبلدهم. ميدالية أو فرصة إن احنا نتأهل هتبقى صعبة شوية في كرة الطائرة، لكن أملنا في ربنا كبير زي ما حضرتك قلت. صحيح. الاحتكاك بيبقى في الآخر هو اللي بيولد البطولات، وإن احنا نحسن الرانكينج ده أعتقد برضو هتبقى حاجة مهمة حافظ. جدا وحافز لي ما كانش المرة دي، يبقى المرة اللي بعدها إن شاء الله يا رب نرجع بعدد ميداليات محترم، يعني يكلل تعب اللعيبة اللي فعلا اتمرنت جامد وتعبت واجتهدت. بكل خير، كل الشكر ليك محمود فوزي الناقد الرياضي، نورتنا، اهلا وسهلا بيك. شكرا استاذه منى، شكرا استاذ مصطفى. شكرا ليك. شكرا دلوقتي هسيب حضراتكم بقى ابو جزاء ابو اخر الانباء بصحبه الزبير التقدير الشرف. اتفضلي ديدا. شكرا ليك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار متمنياً له السلامة. وجدد الرئيس السيسي الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية. كما نوه الرئيس السيسي إلى الروابط الوثيقة بين الشعبين صديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان أن الأمانة الفنية للمجلس سوف تعكف على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات تمهيدا للوقوف على صياغتها النهائية. ونظم الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف خان يونس ورفح الفلسطينية جنوب القطاع، بالإضافة إلى مخيم البريش ومدينة غزة وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية. تجمع مئات المحتجين داخل مبنى الكونغرس الأمريكي لمطالبة بوقف الحرب على غزة قبل يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي المؤسسة التشريعية. وخلال التجمع شكل المشاركون حلقات دائرية داخل المبنى وهم يلبسون قمصانا حمراء في إشارة إلى حجم المجازر في قطاع غزة،
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف الحرب على غزة والكف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة. دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا. وأضاف بيان للخارجية الأمريكية أن الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة سيشاركون في المحادثات بصفة مراقب، وأن السعودية ستشارك في استضافة المناقشات. وفي الوقت نفسه قالت الخارجية الأمريكية إن حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر، ويجب أن ينتهي هذا الصراع. وخلال أول تجمع لها في حملتها الانتخابية بولاية ويسكونسن، قالت كاميلا هاريس إن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب يريد إرجاع الولايات المتحدة إلى الوراء. واتهمت هاريس ترامب بأنه في خدمة أصحاب المليارات ويسعى إلى إضعاف الطبقة الوسطى. يأتي هذا في الوقت الذي يلقي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا اليوم بشأن انسحابه من السباق الرئاسي. ورياضيا، يبدأ اليوم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة منتخب جمهورية الدومينيكان. يأتي اللقاء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات، كما يلتقي أوزبكستان في 27 من يوليو ضمن الجولة الثانية، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة إسبانيا في 30 من الشهر الجاري. موجز 9 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بكم مرة ثانية. وزارة النقل بتجري حاليا استعدادات مهمة جدا في ضوء الترتيبات لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه. هذا الأسبوع هيكون تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة. الأسبوع ده هيتم عقده في الفترة من 13 ل 17 أكتوبر 2024 تزامنا مع استضافة مصر لفعاليات أسبوع المياه الإفريقي اللي بتستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن ترتيبات النهائية لأسبوع القاهرة للمياه. بنرحب في فقرتنا النهاردة بضيفنا في الاستوديو المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري. أهلا وسهلا يا باشمهندس، منور. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام يا فندم. طيب خلينا نعرف بداية الوزارة بتعمل ترتيبات إيه علشان تستعد لمثل هذا الحدث. الحقيقة وزارة الموارد المياه والري بتبدأ الترتيبات من النسخة السابقة، يعني دي يمكن النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه. النسخة الأولى بدأت في 2018 مع ختام كل نسخة غالبا بيبقى في أكتوبر من كل عام، بيبقى عندنا في النهاية عنوان للأسبوع الجديد أسبوع العام القادم. فبنبدأ في ختام الأسبوع 23 حددنا العنوان بتاع 24 اللي هو المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة. فكان في شغل قبل في نهاية الأسبوع القاهرة 2023، بعدها بنبدأ يمكن بناخد كده استراحة بسيطة أو بنعمل شوية تقرير عن الأسبوع اللي قبله، يعني بنبتدي نشتغل من ديسمبر ولا حاجة في الأسبوع الجديد. نبتدي نحدد الموضوعات الأخرى، الموضوع الرئيسي محدد، إنما الموضوعات الفرعية بنبتدي نحددها، نبتدي نتواصل مع المنظمات اللي هنشتغل معاها في رعاية طبعًا زي جامعة الدول العربية، زي المجلس العالمي للمياه، منظمات دولية أممية كتير بتشارك معانا في الأسبوع الحقيقة. التواصل ده مهم جدا، بنبدا استقبال جزء علمي وده برضو جزء من اسبوع القاهره للمياه، ابحاث علميه تساعد فيما يخص التعامل مع تحديات المياه بشكل عام على المستوى الدولي يعني، فده برضو جزء مهم. بنبدا استقبال ابحاث علميه، تشكيل لجنه علميه من اساتذه الجامعات سواء مصريين او اجانب لاستقبال الابحاث دي ودراستها، واحنا النهارده خلاص تقريبا ابتدينا نقيم المرحله النهائيه في هذه الابحاث. عندنا كمان جزء يخص مسابقات، يمكن برضو ممكن كان عارف شيء من التفصيل بعد كده، فبرضو في استقبال المتسابقين واختبارهم لغايه ما بنوصل في النهايه للفائزين. في طبعا كمان التعاون مع الوزارات الاخرى، احنا بس مش وزاره الموارد المائيه والري، في وزارات اخرى بالتاكيد مشاركه معانا
التعاون ده برضو مهم. التنسيق مع زي ما قلت المنظمات الدولية ده جزء مهم. كمان السنة دي عندنا الأسبوع الأفريقي للمياه بالإضافة لأسبوع القاهرة للمياه، فده برضو ده ضاف بعد جديد يعني. بالظبط. فده كله محتاج طبعا تنسيقات على مستوى آخر. بالتأكيد، وناس كتير وخبراء كتير هيبقوا موجودين في ذات التوقيت. طيب على هذا الأساس أبرز الموضوعات اللي هيناقشها هذا الأسبوع سواء علميا تأثيرها إزاي على القارة الإفريقية، يعني أبرز الموضوعات المطروحة لجلسات النقاش هتكون عن إيه؟ هو الحقيقة برضو إحنا كان السنة دي مصر بتنظم المنتدى الحضري للمياه في نوفمبر من هذا العام، وده برضو كان جزء مهم للتعامل في المناطق الحضرية وكيفية التعامل مع جزء منها التغيرات المناخية. فإحنا الأسبوع ده الأسبوع عنوانه برضو تربط إلى حد كبير مع هذا المنتدى المهم جدا اللي بتقيمه مصر مع منظمات الأمم المتحدة هذا العام. فموضوع المجتمعات المرنة تتعرف تتعامل مع التغيرات المناخية اللي إحنا ابتدينا نشهدها بشكل متكرر ومتزايد دلوقتي، ما كانش ده موجود من 20 سنه ولا حاجه. طب انما الحقيقه دلوقتي بقى ده موجود بشكل واضح بالنسبه لنا، بنشوف سيول كانت بتحصل في بعض المناطق، بنشوف درجات حراره وموجات حراريه ما كناش بنشوفها قبل كده في بعض الاوقات، كل ده بالتاكيد هيدرس بشكل كبير. عشان كده برضو المياه والمناخ ما زالت احد الموضوعات الهامه جدا على الاجنده الدوليه. الحقيقه برضو الاسبوع القاهره دايما بيبقى جزء من الاعداد لاحداث هامه. يعني احنا نظمنا قمه المناخ في شرم الشيخ 2022، وكان اسبوع القاهره بيجهز لهذه القمه فيما يخص المياه. ويمكن اول مره المياه تظهر بشكل واضح في احد قمم المناخ كان في شرم الشيخ 2022 نتيجه اعداد جيد تم لي. كان في عندنا مؤتمر للامم المتحده في 2023 للمياه، اول مؤتمر من 47 سنه، اخر مؤتمر كان في 1977، فبرضه كان في اسبوع القاهره على الرود ماب او على خريطه الطريق بتاع 2023 فيما يخص خاصه دول الندره المائيه. أيوة. دايما بنركز على ما يخص مشاكلنا موضوع الندره المائيه، فبرضه بنمثل صوت الندره المائيه في المنتديات الدوليه. فاحنا عندنا الكوب 29 اللي جاي في اذربيجان ان شاء الله السنه دي، عندنا كمان مؤتمر الامم المتحده في 2026 برضه عن المياه ابتدت تطلع بشكل واضح على الاجنده الدوليه كمان. فالاسبوع بيجهز لهذه الموضوعات بشكل كبير طبعا بالتعاون مع منظمات امميه متخصصة في هذا الموضوع. فاحنا في الآخر بيهمنا بنطلع بتوصيات واضحة فيما يخص التعامل مع أزمة المياه الدولية، مش بس عندنا في مصر، الحقيقة المنطقة طبعا العربية بالتأكيد أحد المناطق، إنما دوليا كمان في مشاكل كبيرة في عدد كبير من الدول، التغيرات المناخية بتزيد عبء على الموارد المائية وتحدياتها. فكل ده جزء من النقاشات والتوصيات اللي هتطلع من أسبوع القاهرة للمياه هذا العام إن شاء الله. طيب حقوق اللاجئين في المية ده واحد من المواضيع اللي ما كانتش بتطرح في الفترة اللي فاتت أبدا، ولكن أعتقد أنها واحد من الملفات اللي لازم تكون موجودة على مائدة الحوار في هذا المنطقة. الحقيقة بالتأكيد طبعا موضوع اللاجئين ابتدى يبقى موضوع ساخن زي ما نقول، يعني خاصة في المنطقة حوالينا بنشوف غزة وسوريا والسودان، الحقيقة نعم. مناطق كتير ساخنة وكثير من اللاجئين اتحركوا من أماكنهم لأماكن أخرى. ويمكن بدأنا برضو السنة اللي فاتت عملنا أول جلسة في هذا الموضوع، الحقيقة اللي كان برضو موضوع مهم يعني وما زال مهم وما زال على الأجندة بالتأكيد، لأنه موضوع هام جدا ليه أكتر من بعد الحقيقة، سواء كان الهجرة دي سببها إيه، طبعا صراعات في معظم الأوقات، تأثيراتها إزاي على الخدمات المقدمة للناس، طبعا مخيمات أو غيره، خدمات المياه شرب وصرف صحي خدمات سيئة جدا وتؤثر بشكل كبير أو يعني على الصحة العامة خاصة صغار السن الأطفال والكبار. برضو حتى وجود هؤلاء اللاجئين في دول فيها ندرة مائية ده كمان بيؤثر على هذه الدول. الدول بالفعل عندها تحديات في المية، فلما كمان يزيد عدد من اللاجئين في هذه الدول ده برضو عبء إضافي على الموارد المائية المحدودة. وطبعا مهم في هذه الجلسات دور المجتمع الدولي في المساعدة في ده. صحيح. ده برضو جزء مهم اللي هتناوله بالتأكيد السنة دي إن شاء الله. طب واضح إن كمان التغيرات المناخية يعني مترابطة أو متداخلة بشكل ما أو بآخر مع كل الجلسات أو مع معظمها، يعني إزاي تدخل ده تم وإيه أبرز الموضوعات اللي تم تدخل معها؟ إحنا دائما لما نتكلم على قطاع المياه في مصر مثلا وبرضه في المنطقة بقول عندي تحديين كبار. عندي تحدي إن الاستخدامات أو الاحتياجات المياه بتزيد مع الوقت نتيجة الزيادة السكانية، وده برضه طبعا شيء معروف. يعني عندي زيادة السكان بالتالي محتاج مياه عشان الشرب، محتاج مياه عشان الصناعة فرص عمل، محتاج مياه عشان الزراعة عشان الناس تقدر تاكل المجتمع ده، فده تحدي كبير. وفي نفس الوقت في تحدي التغيرات المناخيه اللي بيواجه العالم كله.
ده بيضع عبء كبير جدا على التحديات دي. لما بقول موارد زياده احتياجات زياده في قطاع المياه وموارد محدوده، معناه ان عندي فجوه في المياه، والفجوه دي بتزيد مع التغيرات المناخيه كمان بتزيد. في مصر احنا لاننا اخر دوله في حوض النيل، فالتغيرات المناخيه اللي بتحصل على حوض النيل كله بتؤثر علينا في النهايه، بتؤثر على المياه اللي هتجينا من النيل في النهايه. في كتير من السيناريوهات اللي بتقول هتزيد هتقل، بس في الاخر في تاثير بالتاكيد للتغيرات المناخيه على النيل. عندنا الموجات الحاده اللي شفناها كنا بنتكلم عنها من شويه، السيول والامطار الزياده من ضمن الحاجات. عندنا الموجات الحراره دي معناها برضو، موجات الحراره دي مش معناها بس الناس حرانه، كمان احتياجات المياه لقطاع الزراعه هتزيد بتزيد بالتاكيد، وده برضو عيب. مش الزراعه بس، والشوربه وري اللي ده، وخلي بالك كمان انت عندك الدواجن والثروه الحيوانيه، ما كل ده برضو بيحتاج مياه عشان ما يجلوش اجهاد حراري. بالظبط كده، كل القطاعات. وطبعا الزراعه بتبقى اكتر شويه لانها بتمثل 75% من استخداماتنا المائيه. فالتغيرات المناخيه تاثيراتها كبيره جدا ومرتبطه بقطاع المياه. دايما لما بقول لما بتكلم على التكيف مع التغيرات المناخيه، قطاع المياه بيجي في الصداره لانه دايما هو اكثر قطاع متاثر بشكل واضح بالتغيرات المناخيه ويحتاج للتكيف مع التغيرات المناخيه. فالارتباط واضح جدا الحقيقه ما بين الاثنين. ويمكن مصر بتقود مع اليابان، كان قلنا اتكلمنا عن مؤتمر 2023 المياه، مصر واليابان كانوا بيقودوا محور حوالين المياه والمناخ بشكل اساسي على الاجنده الدوليه، وما زال ده دور مهم لمصر الحقيقه في الاجنده الدوليه، موضوع المياه والمناخ وارتباطهم، لانه ارتباط عالي جدا ما بين القطاعين. اسبوع القاهره هيتم فيه عرض رؤيه موحده للقاره الافريقيه لموضوع المياه، اعتقد دي حاجه مهمه جدا، قد ايه بتبين دور مصر الدولي والافريقي، قد ايه بتبين انها مهتمه بحقوق الجيره تماما، وقد ايه بتبين برضو ان في خطه مستقبليه بتوضع للقاره كلها بصفه عامه لوقف استنزاف المياه، ويعني جعل الدول الاقل حظا في المياه عندها فرص للحصول على حقها في المياه. تمام يا فندم. هو طبعا اسبوع القاهره اسبوع دولي، بس بيركز بالتاكيد برضو على المنطقه اللي احنا فيها، فدايما حتى من بدايته كان بيركز على المنطقه الافريقيه، المنطقه العربيه الشرق الاوسط، وما حتى برضو مناطق دول البحر المتوسط يعني. فافريقيا، لان احنا جزء من افريقيا، هي من البدايه في الموضوع فيما يخص اسبوع القاهره المياه. انما طبعا وجود المره دي في اجتماعات رسميه، مصر الحقيقه هي برضو رئيس مجلس وزراء المياه الافارقه، هي بتبقى دايما في فتره سنتين لكل دوله، احنا رئيس من دي الدوره بتاعتنا في الوقت الحالي لغايه مارس اللي جاي ان شاء الله. فكان في فرصه ان احنا نعمل اسبوع الافريقي للمياه في هذه الفتره، عشان نطرح زي ما حضرتك قلت ايه التحديات اللي بتواجه القاره الافريقيه بشكل كبير. الحقيقه برضو خاصه مياه الشرب والصرف الصحي عنده في جزء كبير، يمكن احنا عندناش المشكله دي قوي في مصر الحقيقه الحمد لله يعني، انما في الدول الافريقيه ده مشكله كبيرة جداً. تحدي كبير جدا، يمكن برضو افريقيا بتركز على هذا الموضوع بشكل كبير، فده برضو تحدي مهم رغم تواجدها، الا ان هي مش منظم يعني، رغم ان القاره يعني خضراء في المقام الاول. الحقيقه القاره والدول فيها ميه يعني، مش هقول ما عندهمش ندره ميه زي عندنا، انما ما عندهمش الامكانيات تنظيم المياه، ساعات بنسميها الندره الاقتصاديه يعني، هو عنده ميه بس ما عندوش سواء الحوكمه او الاداره الرشيده او التمويل اللازم عشان يقدر يقدم الخدمات المطلوبه. فتحدي كبير، ورؤيه افريقيا 2063 من ضمن الحاجات طبعا المطروحه، وازاي هنوصل ل تحقيق اهداف التنميه المستدامه بشكل عام، وعلى راسها الهدف رقم 6 الخاص بالمياه. كلمني عن الخبراء اللي موجودين، يعني هيكونوا في اطار ايه؟ يعني هيكونوا هل هم خبراء في المياه، في الجيولوجيا، في المناخ، في الطقس، في التربه، يعني ابرزهم ايه وابرز المجالات اللي موجوده ايه؟ الحقيقه هو اسبوع القاهره بيتميز ان هو بيمزج ما بين ال نسميها ايه؟ الخبرات المختلفه او المجالات يعني المختلفه. بالظبط كده، مش بس المياه الحقيقه، ومش بس الفنيين، في سياسيين بيبقوا حاضرين يعني، في ناس من الاتحاد الاوروبي على مستوى سياسي، او الكوميشنرز بتوع الاتحاد الاوروبي، المفوض من الاتحاد الاوروبي الخاص بالبيئه او الخاص بالمياه بيبقوا موجودين على سبيل المثال. ده لتاثيرها يعني عليهم ولا عشان؟ لا الحقيقه هو الاسبوع بيحاول ما يكونش زي ما قلنا، هو مش اسبوع علمي، هو اسبوع بيمزج ما بين السياسيين وما بين التنفيذيين وما بين العلميين وما بين حتى الطلبه والشرائح الاخرى يعني. كويس. الاخر هو بيحاول يمزج ما بين ده كله، هو مش فني الى حد كبير، انما يمزج بده بحيث انه يبقى ليه دور في وضع السياسات، مش بس الموضوع في مقترحات، بالتاكيد في بحث علمي بيؤدي الى توصيات، بس في الاخر ازاي ده هيتاخد للتنفيذ، وازاي ده وايه راي السياسيين والبرلمانيين في النهايه في هذا الموضوع. فالتفاعل ده مهم جدا الحقيقه.
فالحقيقه برضو بيبقى موجود التمثيل بشكل عام، بقى في وزراء يعني وزراء من سواء افارقه او عرب او بعض الدول الاوروبيه، يبقى عندنا في بعض سفراء المياه اللي موجودين في بعض الدول، هولندا مثلا عندها سفير للمياه على سبيل المثال موجود في المؤتمر ده. المنظمات الأممية الحقيقة كلها ممثلة على مستويات مختلفة، سواء كان مدير عام المنظمة أو تمثيل إقليمي، الحقيقة بيبقى في تمثيل من كل الجهات، الجامعات طبعا كلها ممثلة، وطبعا في جامعات دولية وفي منظمات دولية كتير شغالة معانا فالتمثيل، وفي شركات بالمناسبة في معرض كمان يعني دايما بنمزج، في معرض بيتعمل على هامش أسبوع القرار المياه للشركات اللي عندها تقنيات حديثة تقدر برضو تقدمها للسوق بشكل عام، مش بس السوق المصري، السوق المصري والأفريقي والعربي اللي موجود في مجال الري يعني، ولا في مجال الري، في مجال التحلية، في مجال الزراعة الذكية، الري الذكي، في موضوعات كتيرة جدا يعني المعدات الخاصة بالري الحديث، في حاجات كتيرة جدا بيبقى الشركات طبعا مهتمة انها تكون موجودة وبتعرض بالتأكيد برضو خبراتها والابتكار اللي ممكن تقدمه في السوق. طيب اسبوع القاهره للمياه في انشطه كتير جدا، من ضمنها في مسابقات كمان، الهدف من المسابقات دي ايه ومين اللي يقدر يشارك فيها؟ الحقيقه دي من افضل الجلسات الواحد بيحضرها في اسبوع القاهره للمياه موضوع المسابقات، هي بتستهدف الحقيقه برضو عدد او شرائح سنيه مختلفه. بدانا في الموضوع والحقيقه يعني كان ايجابي جدا، في شريحه بتختص بطلبه المدارس يعني برضو خاصة مدارس المتفوقين بيبقى عندهم جزء كده علمي وأبحاث فده جزء مهم جدا الحقيقة برضو مع وزارة التربية والتعليم ومع المدارس ابتدينا فيه، والحقيقة بتبقى جلسة من الجلسات الهائلة طبعا، رفع الوعي من الحاجات المهمة جدا اللي نستهدفها في هذا الموضوع يعني، وفي الآخر والحقيقة برضو بنلاقي بعض الأفكار اللي ممكن تبقى تطبق بالفعل على أرض الوضع من هذا من طلبة المدارس في المدارس الثانوية. عندنا طلبة الجامعات المسابقة الأخرى أفضل مشروعات تخرج، دي بتستهدف طلبة الجامعات وبرضه تاني مش فنيين ومش بس مية، بنتكلم على زراعة، بنتكلم على بيئة، بنتكلم على إعلام يعني. ساعات في أحد الناس فازوا كان عنده مسابقة زي يرشد يعمل حملة إعلانية عن ترشيد استخدامات المياه وزي يعمل براندنج لده، والحقيقة كان موضوع برضه من الموضوعات رغم أنه بعيد جدا بس في الآخر فاز بالمسابقة. ده مسابقة أخرى أفضل مشروعات تخرج. في مسابقة ثالثة خاصة بنسميها عرض رسالة ماجستير أو دكتوراه في 3 دقائق، تحدي كبير جدا في 3 دقائق، بعرض نتائج بسوق الفكرة بتاعتي في خلال 3 دقائق، ده برضو طلبة ما بعد الدراسات العليا يعني. كده وعندنا مسابقة للمزارعين أفضل ممارسات في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، وعندنا مسابقة بدأت السنة اللي فاتت اسمها ابتكار أفكار، عندنا تحديات كبيرة في قطاع المية، إيه الأفكار اللي ممكن تساعد في حل ده، تستهدف الشباب، تستهدف الشركات الناشئة. حضراتكم موزعين موسعين سكيل قوي يعني من مختلف الأماكن ومختلف المبدعين عمالين يتحركوا ما بين إعلام وبين حاجات لها علاقة بالبيئة وحاجات لها علاقة بدراسات المية وبالمزارعين اللي بيحتكوا بالماء، يعني انت موسعين تماما بحيث ان بعد كل ده بيحصل ايه بقى، دمج للأفكار او الأفكار الفائزة بيتم التنسيق ما بينها او تتحط في بلان واحدة كبيرة بحيث انها تعود بفايدة حقيقية؟ الحقيقة ده بيحصل يعني، بيبقى في رعاية من حتى المسابقات دي لها رعاة برضو الحقيقة برضو، والرعاة دول بقى في نوع من الاتفاق ان لو الفكرة دي فعلا فكرة جيدة ويمكن تطبيقها نبتدي نطبقها على الارض، في ناس بتاخد الكلام ده فعلا تطبقه على الارض بشكل واضح، وبنوصل في نفس الوقت انا قلت برضو الاسبوع بيتناول كل الديسيبلينز يعني او كل المجالات، فبالتالي بقدر اوصل الطلبة دول بشركات او حد مهتم بالفكرة دي الحقيقة، وده بيحصل وحصل في بعض الافكار، وبيدي فرصه في نفس الوقت للطلبه دول ان هم كمان الاكسبوجر للدولي يعني، في ناس دلوقتي مسافره رغم ان هم طلبه مدارس رايحين منحه مثلا في امريكا ولا بتاع بناء على تواصل حصل من خلال اسبوع القاهره، وكان احدى الفائزات في اسبوع القاهره للمياه، فده كله الحقيقه التواصل ده والتجمع ده بيدي فرصه للافكار انها تطلع ويدي فرصه للافكار ده توصل لمرحله التنفيذ. طب وافضل الافكار اللي ممكن نشتغل عليها في قصه ترشيد المياه تبقى عامله ازاي؟ هل احنا عندنا خطه من الشباب ومن الحكومه من المجتمع المدني لهذا الامر؟ الحقيقه في بنسميه تحديث نظم الري بشكل عام في مصر، بقى ابتدى في خطه واضحه الى حد كبير للتعامل مع ده، والحقيقه برضو في افكار كتير جات من الشباب بتتعامل مع ده، منها فكره الابلكيشن زي ما قلنا، حتى ده ابلكيشن يدي ازاي ارشد المياه وازاي اساعده في ترشيد المياه، ممكن ادي له ايه مقابل الترشيد اللي ممكن يحصل، في بعض الافكار كده يعني الحقيقه، بس موضوع تحديث الري بشكل عام من الحاجات المهمه جدا، شركات قطاع خاص ليه دور كبير جدا فيها، الحكومه طبعا مهتمه في النهايه بده، المزارع مهتم عشان الانتاجيه، زياده الانتاجيه هتبقى جزء مهم من هذه المنظومه. طبعا طبعا.
أكيد كل الشكر ليك المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا تفاصيل كتير جدا عن أسبوع قاهرة المياه. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا لحضرتك ومشاهدينا الكرام. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر. كتير من المدن المطلة على شواطئ البحر المتوسط ابتدت بالفعل انها في اجراءات تعمل اجراءات احترازية على شواطئها، وده كان بسبب اللي اثير حوالين المنطقة على ان المنطقة بالفعل على اعتاب تسونامي، وان اللي بيحصل هو احد مظاهر التغيرات المناخية الدائمة. خلينا نعرف حقيقة اللي حصل. هل هناك تسونامي هيحدث على شواطئ المتوسط؟ وما حدث على الشواطئ الأسبانية هل ليه علاقة باللي هيحصل في شواطئ جنوب المتوسط؟ وظاهرة الاقتران الشمسي ووجود كواكب جنب بعضها هل هتؤثر على مياه المتوسط؟ كلام كتير جدا أثير. خلينا نعرف حياتهم لدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، وأيضا نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في شمال شرق المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. يعني التايتلات بتاعت حضرتك كلها في صلب الموضوع. تمام صح. يعني احنا بنتكلم عن نظام الانذار المبكر وعن تسونامي، وواضح ان في معرفه كامله بالقصه. ما حقيقه ما يحدث؟ هل احنا عرفنا ان في امواج كانت عاليه شويه على شواطئ الاسبان، على شواطئ اسبانيا، هل ده ممكن ياثر بشكل ما او باخر على المتوسط في الشواطئ المصريه؟ تمام سعادتك، هو يشرفني ان انا اوضح لسعادتك وللساده المشاهدين نقط اساسيه. السونامي بيحصل ازاي؟ السونامي بيحصل نتيجه ثلاث حاجات بس، ملوش دعوه بتغيرات المناخ ولا اي ظروف جويه ليها علاقه بالسونامي. السونامي يحصل نتيجه يا اما زلزال، تمام، يا اما بركان، يا اما سقوط نيزك او حاجه من الفضاء في الميه. يبقى لازم يكون الزلزال ده في الميه مش على الارض. ليه؟ عشان اي اهتزاز لقاع البحر يؤدي الى اهتزاز لعمود الميه فوقيه، ولازم يكون حجم الميه عشان يحصل تسونامي ارتفاع عمق الميه وارتفاعها من منسوب القاع بتاع البحر حوالي 2000 متر فيما ازيد من ذلك. تمام، يعني بنتكلم على حجم ميه ارتفاعه 3 كيلو لازم يتحرك نتيجه هزه ارضيه. تمام، عشان يحصل الهزه الارضيه دي لازم احنا عايزين قوه حوالي 7 ريختر. اذا بنتكلم على موضوع ان يحصل زلزال 7 ريختر في الميديترينيان، ده شبه حاليا ضعيف جدا، ويعني البروبابيليتي بتاعته لا تتعدى 1% في قمه الضعف السنين الجايه دي، السنوات اللي جايه. لكن في السونامي حصل في الميديترينيان، حصل في الميديترينيان وحصل في التاريخ، حصل قبل كده كان 1800 تقريبا حاجه، كان اسكندريه. بالنسبه لاسكندريه حصل السونامي، حصل في تركيا 1998 في زلازل عندهم بسيطه، لكن اللي انا بالنسبه انا بتكلم على اسكندريه، البروبابيليتي بتاعت اسكندريه بروز اسكندريه شبه منعدمه في السنين اللي جايه دي القريبه. احنا اسكندريه بس، احنا يهمنا كل شواطئ المتوسط. يعني ابتداء من الرفح والعريش لغايه السنون. ما هو انا بتكلم على الشواطئ اللي هو الساحل المصري كله. ايوه، فشواطئ الساحل المصري كله لم تتعرض لتسونامي قوي غير في التاريخ غير مرتين، سنة 365 وسنة 1303. دول لما حصل عشان يحصل التسونامي على الشواطئ المصرية كانت الزلزال ساعتها قوتها 8 ريختر. الاثنين لازم يحصل زلزال عند منطقة كريت بقوة 8 ريختر. طيب الاحتمالية دي حدوثها دي ضعيفة جداً. عندنا الزلازل اللي بتحصل، يعني مثلا احنا عندنا زلازل يوميه 3 احنا ما بنحسش بيها، هزات ضعيفه جدا، ما في دي كل يوم موجوده في الهزات دي موجوده، لكن الانسان ما لا يحس بيها، الحركات البسيطه دي خالص ما فيش احساس بيها خالص. فاذا عايزين نوضح نقطه مهمه جدا ونطمن الناس ان حدوث الزلازل البروبابيليتي بتاعتها تعتبر شبه منعدمه اتجاه السواحل المصريه في خلال السنوات القريبه ديت. ليه؟ لان البروبابيليتي بتاعتها بتحصل كل راوند 900 سنه. فلو جينا قلنا البروبابيليتي بتاعتها من 1303 و900 سنه، يعني احنا بنتكلم ما بعد ال 2100.
فاذا البروبابيلتي قرب حدوث هذه التجمعات وهذه السايكل تحصل مره ثانيه ما بعد ال 2000، لكن في بروبابيلتي، البروبابيلتي دي احتماليات، لكن احتمالياتها في السنين القريبه دي تعتبر في قمه الضعف. دي ان انا عايز اوضح النقطه دي. بالنسبه للامواج اللي موجوده، الامواج الموجوده دي فوركاستنج، يعني نوات، النوات اللي ممكن بتحصل في الشواطئ دي نوات طبيعيه بتحصل طول على مدار السنه، ملهاش دعوه بالتسونامي خالص. لكن بنيجي بنتكلم بقى على حركات البراكين اللي موجوده زي صقليه او مثلا اسبانيا والحاجات دي كلها اللي هم اتربط بيهم النقطه ديت بالظبط. دي انشطه بركانيه ما حصلش منها انهيارات، انهيارات تهز عمود الميه اللي موجود فيها، ولكن دي انشطه بركانيه بيطلع منها كل الضرر بتاعها الغازات السامه اللي بتطلع من فوات البراكين اللي هي ممكن تؤثر على المناطق القريبه منها زي منطقه زي تونس والمناطق ديت، لكن دي ما بتوصلش عندنا لان بيحصل عمليه ديستربنس لها على طول الوقت. فاحنا النقطه دي انا عايز اطمن الناس بالنسبه للتسونامي، احنا البروبابيلتي في غايه الضعف، احنا مش اندونيسيا ولا اليابان، معدلات عاليه جدا واحتماليات عندهم عاليه جدا. احنا عشان تجميع الطاقه، عشان احنا يحصل عندنا في منطقه البحر المتوسط او كريت زلزال قوي يتعدى السبعه او الثمانيه دوت، يعني دي محتاجه تجميع لطاقه عاليه جدا، البروبابيلتي بتاعتها تعتبر شبه منعدمه في السنوات القادمه دي. طيب احنا ربنا يبعد ما عندناش التسونامي، لكن هي موجوده في اماكن مختلفه في العالم بالزبط. علاقتها بالزلازل اللي بنشوفها بتحصل في الدول الاخرى، هل في علاقه بينهم مباشره ولا احنا بنلاقي بقى الكوارث بتحصل على بعض فما بنبقاش عارفين نربط ما بينهم؟ حضرتك هي القصه كلها ان بقى في ميديا وبقى في ترابط ما بين، يعني يعني عشان نوضح نقطه برضو، حكايه اللي حصل في منطقه بورسعيد او النقطه دي بنربط الاحداث ببعضها وبيبقى في ميديا وده بيدي احتماليه وده بيدي احتماليه، فبتلاقي الدنيا في كونفيوز منها. يعني نيجي نتكلم، احنا عندنا مد وجزر يومي على طول الساحل المصريه صح؟ طبعا. وعندنا مد وجزري في الشهر القمري. صحيح. تمام؟ لو حصل جزر في البحر، احنا عندنا الجزر اليومي بيحصل من بعد 6 الصبح، قمه التراجع للميه بيبقى الساعه 12 الظهر. يعني الناس يكون المصيفين على الشط، فالميه بتبدا ترجع من الساعه 10، قمه الرجوع للميه اليومي الساعه 12 الظهر. تمام؟ تطلع ترجع تلاقي الميه رجعت شويه ورا، الساعه 12 الظهر ده قمه الرجوع للميه اليومي. لما يجي بقى في الشهر القمري وقمه الرجوع معاها الشهر القمري، احنا بنتكلم رجوع هنا دلوقتي حوالي 15 سنتي اليوم، تمام؟ فما نلاحظهاش قوي غير ميه بترجع شويه صغيرين اللي هم الناس اللي على الشط. بعد كده عندنا الجزر القمري في الربع الاول بيحصل 30 سنتي كمان. طب لما يكون الشط شبه افقي الميل بتاعه حوالي 20 سنتي والاثنين جم في وقت واحد، هنلاقي البحر في المناطق الافقيه اللي الشط افقي الميه هترجع مساحه كبيره جدا. فهنا يبان الجزر عالي جدا، فالناس تتخيل ان هذا الجزر ريليتد تسونامي او هي هذا، ما فيش الكلام ده. يعني حضرتك عايز تقول ان ما حدث في بورسعيد من اغلاق بعض الشواطئ وان ما حدث من رفع الرايات الحمراء وتحذيرات النزول له علاقه بالمد والجزر وليس له اي علاقه بموجات تسونامي؟ لو حضرتك تتذكر ده احنا كان بقى في عندنا كيس، لو حضرتك تتذكر الهيستوري في يناير بعد زلزال تركيا، تمام؟ ده حصل على طول سواحل البحر المتوسط تراجع. كنا احنا في الوقت دوت الجزر اليومي مع الجزر القمري مع ضغط الاتموسفير عالي جدا على البحر المتوسط ادى انخفاض منسوب الميه، وده مش على سواحل البحر المتوسط بس، على كل سواحل الدول اللي موجوده على البحر المتوسط مش عندنا بس، اللي كان في ضغط جوي مؤثر كمان على رجوع الميه. فده حصل على طول السواحل المصريه في شهر يناير، والناس ربطت الموضوع ده بزلزال تركيا وده ما كانش ليه دعوه بالزلازل خالص.
طيب الدكتور، لما نيجي نتكلم عن ان حضرتك لسه بتتكلم عن ان في موجه انحسارات بتحصل على بعض الشواطئ، ظهور لبعض الشعب بتحصل على بعض الشواطئ سواء داخليا او خارجيا كمان، نقدر نقول ان كل ما بيحصل اكستريم في التغيرات المناخيه او بنلاقي نوع من انواع الاختلاف الكبير عن اللي بيحصل ده بيؤثر وبشده، ولا دي كلها ظواهر طبيعيه معتاده وما فيش اي حاجه فيها مختلفه؟ المد والجزر اللي هو كل شهر بيحصل زي ما قلت سعادتك، اللي هي في المناطق اللي هي دي هتحصل كل شهر، المد والجزر دوت ده بيحصل كل شهر مع الشهر القمري في الربع الاولاني، وده بيحصل على طول. لكن النقطه الثانيه، التغيرات المناخيه بتاثر ازاي في معدل منسوب الميه، وجود الميه نتيجه ان ذوبان الجليد زي ما حضراتكم عارفين وارتفاع المنسوب، فبيؤدي ايه؟ ارتفاع المنسوب بتاع سطح الميه ده عامه عن المستوى القديم، فهو ده نقطة الضعف اللي بتأثر مثلا على منطقة الدلتا، وإن ديت إحنا المشروعات اللي بتتم لحماية منطقة الدلتا ومنطقة الساحل والبريك ووتر والمناطق الجزر اللي بتعمل كبريك ووتر، كل ده للحد من تأكل لمنطقة الدلتا وحماية السواحل بتاعتنا. صحيح. فالدولة النهاردة بتعمل الكلام دوت، لأن إحنا النهاردة لو جينا بصينا في مساحات كبيرة تم تأكلها من السواحل المصرية، فلازم احنا بنحافظ عليها، لان ده يعني ارتفاع منسوب الميه مش بيأثر على تأكل الشط بس، ده بيأثر على المناطق الزراعيه اللي موجوده في منطقه الدلتا. ايوه. فاحنا لما ارتفع منسوب الميه يعني معنى كده ان الميه الجوفيه هتتأثر بتاعه الزراعه بالمياه البحر. فمعنى كده ان التربه هيبدأ تملح لها. فاحنا معنى كده هنخسر مساحه زراعيات على المنطقه الملازمه لخط الساحل. فدي نقط كلها دي مرتبطه ببعض، فلازم احنا نفصل ما بين نقطتين مهمين، ما بين تغيرات المناخ وما بين المد والجزر اللي بيحصل كل شهر، تمام، وما بين السونامي. فالثلاثه كل واحده فيهم منفصله تماما عن الثاني. يعني تغيرات المناخ بتؤدي الى ارتفاع منسوب البحر ويؤدي الى عمليه التدخل، المد والجزر ده بيحصل كل شهر وده هيحصل كل شهر، وده ويظهر امتى؟ في المناطق الشواطئ اللي شبه افقيه ما فيهاش ميول، فالارض لما يكون الميل بتاعها يدوبك 10 سنتي فيظهر فيها المد والجزر كل شهر. بس احنا بقى نركز امتى؟ لما نسمع ان في زلزال فالناس تبدا تركز والميديا تشتغل، فدي نقطه. لا ده احنا كل شهر بيحصل الكلام ده. احنا مش هنتكلم عن الميديا، احنا هنتكلم دلوقتي عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انا اسف، انا قصدي السوشيال ميديا اللي ربطت ما بين العاصفه الشمسيه والتوهج الشمسي اللي ضرب انظمه الاتصالات، فاحنا عايزين نفصل، وما بين الرعد والبرق اللي ضرب ابو سمبل. ايوه. وما بين ان في تسونامي في المطار، يعني مثلث قالت على اساسه، هل في ربط اصلا علمي ما بين الثلاث حاجات دول؟ لا، التسونامي ملهوش دعوه بالتوهج الشمسي المناخيه، ولا ليه دعوه بالفوركاستنج، ولا ليه دعوه بالتوهج الشمسي، ولا التوهج، ولا ليه دعوه بالبرق والرعد والكلام ده. ايوه بالظبط، ده مناخ ظروف جويه، لكن احنا بنتكلم على زلزال، على تحركات ارضيه. انا عايز اقول لحضرتك ايه هو السونامي؟ مين هيحرك حجم ميه صحيح ارتفاعها 3000 متر حقيقي او 2000 متر الا اذا كان زلزال او بركان؟ بالظبط. الموجات لما تيجي تنوه بتعمل ايه؟ بتحرك وش الميه بس، فبيعمل الموجه دوران الوش الميه، لكن مش بتحرك الفوليوم بتاع الميه كله، بتحرك سطح الميه. فعشان كده لما بيجي في الصيف يقول في نوه تلاقي الموج عالي، هي بتحرك وش الميه، الريح بتحرك وش الميه، فبيحصل الويف او الموجات اللي هي على الشط. لما يقول لحضرتك النهارده الجو مش كويس او البحر مش كويس، معنى كده ان في موجات نتيجه الريح، فبتحرك البحر بيبقى الموجات بتاعته موجوده. دي النوه، تمام حضرتك. لكن السونامي بيحرك فوليوم 3000 متر مدمر. صحيح. يعني شوف حجم ميه بتتحرك 3000 متر باتجاه الشاطئ. واضحه جدا. ربنا يبعد ويسلم. صحيح. ان شاء الله عننا تماما وعن كل الناس. كل الشكر ليك الدكتور عمرو حموده نائب رئيس اللجنه الدوليه الحكوميه للعلوم المحيطات، نورتنا وشرفتنا. شكرا حضرتك. خلينا نروح سريعا لمدينه العالمين الجديده وبصحبتنا موفد القناة الأولى كريم بيبرس، وحديث عن أهم الفعاليات والأنشطة في مدينة العالمين وإزاي تحولت إلى مدينة ذكية بمعايير عالمين. صباح الخير عليك يا كريم.
صباح الخير يا منى، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر من العالمين الجديدة والنسخة الثانية لمهرجان العالمين. الحقيقة انه الفعاليات ما انتهتش من بداية المهرجان، ما زالت مستمرة يوميا، لكن المميز في النسخة الثانية الحقيقة مش بس استمرار الفعاليات، لكن كمان بقى في فعاليات مميزة وفريدة عن النسخة الأولى. يمكن من أهم الفعاليات اللي موجودة الحقيقة هي فكرة الفعاليات اللي بتقام في المسرح الخاص أو المسرح الروماني. المسرح الروماني ده جزء من المدينة التراثية. يمكن المختلف دايما في مدينة العالمين الجديدة ان هي كان متوقع عنها ان هي مدينة ساحلية معتمدة فقط على البحر، لكن المجهودات خلال الفترة اللي فاتت حولتها لمدينة سياحية ومدينة سكنية، مدينة تنفع لجميع يعني الحقيقة الاحتياجات لكل الناس. عشان كده احنا لو بنتكلم في البداية على المدينة التراثية اللي انا واقف قدامها دلوقتي، تم انشائها بشكل عصري وفي نفس الوقت يأخذ من التاريخ القديم. يعني هنلاقي ورانا مثلا واحد من أهم الجوامع والمساجد الحقيقة اللي موجودة هنا في المدينة التراثية. يمكن الشكل في حد ذاته بيحكي عن نفسه، لكن كمان بجانب الحقيقة الجامع في جزء كبير جدا وهي المسرح الروماني. المسرح الروماني بيقام عليه فعاليات كتير جدا، يمكن من أهمها الفعالية اللي انتهت قريبا كانت الفعالية باستضافة الفنان الكبير مدحت صالح. كمان بيقام عليها فعاليات أخرى زي فعاليات يعني استعمال آليات الطبلة على سبيل المثال. لكن كمان المميز الحقيقة في المدينة التراثية إن هي شاملة وجامعة، يعني بيقدر يجي المكان هيقدر يعدي على المسرح الروماني، هيقدر يعدي على مجمع السينمات، هيقدر يتجول داخل المدينة التراثية اللي بتحكي كمان في بعض الأحيان تاريخ المنطقة عامل إزاي. لكن الفعاليات في مهرجان العالمين ما بتنتهيش فقط عند المدينة التراثية، لكن على الجانب الآخر الحقيقة من شط البحر في عدد كبير جدا من الفعاليات، من أهمها يمكن اليومين دول هي زيارة طلاب الجامعات من وزارة التعليم العالي لهم مارسوا نشاطاتهم المختلفة داخل مدينة العالمين الجديدة، نشاطات تشكيلية، نشاطات من رسومات على البحر، الحقيقة كمان كورال للغناء، يعني بطولات ومسابقات في كرة القدم من جميع الجامعات، وشفنا من جميع المحافظات الحقيقة الناس كانت متواجدة، موجودة من المنيا، موجودة من الشرقية، موجودة من المنوفية، موجودة من الإسكندرية. فالحقيقة ان كل الناس تقدر تيجي العالمين من كل المحافظات. لكن المميز الحقيقة كمان انه وزارة النقل قررت انها تسهل شوية على المواطنين من بعض المحافظات انهم ييجوا مهرجان العالمين الجديدة، ووفرت وسائل نقل ليهم في اتوبيسات فاخرة بتتحرك من القاهرة من محطة عدلي منصور للعالمين الجديدة، بتتحرك في الساعة 7 صباحا وبترجع من العالمين للقاهرة في الساعة 4 مساء. في اتوبيسات تانية بتتحرك الساعة 2 مساء من القاهرة وبترجع 2 صباحا تاني يوم من العالمين الجديدة. في كمان نفس المواعيد تقريبا من الإسكندرية بتصل للعالمين الجديدة. لكن الوزارات كمان بشكل عام تكاتفت، يعني كمان احنا بنتكلم على وزارة الإسكان، الحقيقة نزل وزير الإسكان في جولة خاصة بيتفقد الأماكن المختلفة في العالمين الجديدة ويتفقد الكومباوند أو المقر اللاتيني فيها المساكن اللاتينية، وكمان عدد آخر من الإنشاءات اللي تم إنشائها بالفعل في العالمين الجديدة. الفعاليات النهاردة مستمرة الحقيقة زي كل يوم، الباراموتور موجود، الباراجلايدنج موجود، كل الفعاليات الهوائيه موجوده، الفعاليات الشاطئيه موجوده، الفعاليات الارضيه موجوده. لكن النهارده وزير الشباب والرياضه هيكون معاه جوله مع البارالمبيين وابطالنا من يعني ذوي القدرات وذوي الهمم، هيكونوا موجودين في يعني جوله خاصه داخل العالمين الجديده وعلى الشط، وهيشاركوا في الفعاليات المختلفه. لكن كمان بجانب الحقيقه البارالمبيين معانا كمان بكره يوم مهم جدا، وهي يوم الاساطير او مباراه الاساطير بين قطبي الكره المصريه، اساطير كره الزمالك وكره نادي الزمالك ونادي الاهلي، هيكونوا موجودين في مباراه بكره تاريخيه واسطوريه، عشان الناس كمان اللي حابه تشارك في هذه المباراه تيجي تتفرج عليها وتشوف كده يعني نجوم واساطير الكره المصريه يكونوا متواجدين بكره الحقيقه هنا في العالمين. واكيد الناس كلها منتظره يوم الجمعه حفله تامر حسني، والحقيقه ان حفله تامر حسني مميزه علشان يعني عليها اقبال كبير جدا من طائفه كبيره من الشباب. لكن مهرجان العالمين كان مميز في انه مش بس بيعتمد على الشباب، لكن هتلاقي كده يعني تنوع في اذواق الغناء والحفلات اللي موجوده في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. يعني يوم الجمعه في تامر حسني، الجمعه اللي فاتت كانت ماجده الرومي، قبلها من
الساهر. إذن في تنوع واختلاف في اختيار المغنيين وأنواع وذوق الموسيقى بشكل عام الموجودة في مهرجان العالمين. يمكن الصورة بشكل عام دائما بتتكلم عن نفسها، لكن وجودنا في العالمين الجديدة هو أكبر دليل على أنه الفعاليات لسه مستمرة يوميا لحد 30 أغسطس، ودي الصورة بشكل عام. والآن برجع لكم. شكرا لك يا كريم، كلامك مهم جدا جدا عن ان العالمين فعلا بقت مدينه ذكيه، وان كل العالم شاهد على هذا الامر، وان تقديم هذه الخدمات الذكيه مع وجود مصادر الطاقه النظيفه والخضراء ما قدام سياح من كل دول العالم، يعني بيمثل منظومه بتسمى بالتنميه المستدامه، وده اللي احنا محتاجينه، ومحتاجين نوريه للعالم ان احنا عندنا مدن بهذا التطور التكنولوجي. اكيد. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.